السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم، اتفضلوا استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلا وسهلا بحضراتكم. بنسعد في كل مرة بنلتقي فيها وإحنا بنشهد حصاد وثمار ومجهود وتعب وإرادة وتصميم وتخطيط السنوات منذ عهد الجمهورية الجديدة. لكن الحقيقة النهاردة فرحتنا أكبر وإحنا بنشهد افتتاح محطة قطارات صعيد مصر. لما نيجي نقول قطارات صعيد مصر فالحقيقة الجملة دي بتحمل الكثير من الرسائل والمدلولات. قطارات صعيد مصر اللي حملت على متنها كنوز صعيد مصر البشرية الصعيدية الأصيلة اللي كان ليهم بصماتهم وإبداعاتهم وفنهم الخالص في كل المجالات المختلفة، واللي شالت أحلامهم ونقلتها زي ما بتنقل كل يوم آلاف المسافرين من القاهرة لكل مدينة ومحافظة من محافظات الصعيد أو العكس. قطارات صعيد مصر هي رحلة زوارنا من كل شبر في العالم جاية علشان يشوف ويستمتع بوادي النيل من بداية الدلتا حتى الوصول الأقصر وأسوان. الأقصر وأسوان اللي كانت حلم ورحلة لكل طفل مصري صغير وهو في المدرسة. الأقصر وأسوان اللي كانت حاضرة في بيت شعر للأبنودي أو مشهد سينمائي أبيض وأسود أو أغنية أو استعراض فني صعيدي فولكلوري أصيل. صعيد مصر كان ولا يزال وسيظل بمشيئة الله تعالى الشريان النابض لكل أهل مصر. أهلاً بحضراتكم في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل. خير ما نستهل به يومنا هذا آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بوابة الحضارة عنوان فيلم تسجيلي يرصد أبرز مجهودات وزارة النقل وتحديداً محطة قطارات صعيد مصر. الطريق بداية المشوار بيشكل معالم الازدهار. منظومة النقل هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر الاستراتيجية 2030. النقل عصب الحياة. قطاع النقل هو الجسر اللي عبرت بيه مصر لجمهورية جديدة بتنفيذ مئات المشروعات في مجالات الطرق والنقل والمواصلات. منظومة متكاملة رصدت لها الدولة 2 تريليون جنيه. والبداية كانت بمشروع مصر القومي لإنشاء 7000 كيلومتر من الطرق بالإضافة للكباري والمحاور النيلية. ده غير الارتقاء بمعدلات أداء المواني البرية والبحرية والجافة والمناطق اللوجستية. واكتمل الحلم المصري بإطلاق عدد من الإنجازات في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وإنشاء شبكة من القطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر. وفي أواخر عام 2020 دارت عجلة الإنجاز لإنشاء محطة جديدة مخصصة لخدمة قطارات الوجه الإبلي، لتتحول الفكرة بسواعد وطنية لقفزة حضارية على طريق الأمل بإنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، واللي اتبنت على مساحة 239 ألف متر مربع بما يعادل 57 فدان، يعني 4 أضعاف مساحة محطة مصر الحالية. وتقع في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، وبتشكل منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية أسوان، الإسكندرية، إمبابة، المناشي، الأباري. موقع فريد يتميز بقربه الشديد من 4 شرايين رئيسية، محور الفريق كمال عامر، شارع السودان، ومحور 26 يوليو، شارع المطار، محور أحمد عرابي الجديد. محطة قطارات صعيد مصر نطاق هائل بيضم عشرات المنشآت، أولها مبنى المحطة الرئيسي الممتد على مساحة 31 ألف متر مربع، واللي بيتميز بالبهو الرئيسي الموجود فيه منطقة الهرم الزجاجي للمحطة اللي بيبلغ ارتفاعه 40 متر مستوحى من الحضارة الفرعونية. بيتكون المبنى الرئيسي من دور بدروم يستخدم كجراج بسعة 250 سيارة ونفقين سيارات دخول وخروج بإجمالي 350 متر طولي باتجاه شارع السودان، ونفق للمشاة باتجاه شارع السودان بإجمالي 60 متر طولي لربط الشارع بجراج المحطة، بالإضافة إلى عدد 2 نفق دخول وخروج بطول 400 متر لكل نفق اتجاه محور الفريق كمال عامر، ونفق مشاة بطول 150 متر. وكمان بتشتمل المحطة على مبنى لدخول الأفراد من شارع السودان، ويوجد بالدور الثاني كوبري معدني بطول 54 متر للربط بين مبنى مدخل الأفراد جهة شارع السودان والمبنى الرئيسي للمحطة، وبيوجد بالكوبري 20 محل تجاري. كما يشمل المشروع 11 رصيف منها 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه الإبلي جهة شارع السودان، وعدد 4 أرصفة لخدمة ركاب خط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، وعدد 1 رصيف لخط البضائع. وتم ربط سكك الورشة بسكك المحطة بإجمالي أطوال 22 كيلومتر بعدد 89 مفتاح، وبتضم المحطة العملاقة ورشة لصيانة عربات القطارات بمساحة 18 ألف متر مربع. كما تم إنشاء جراج متعدد الطوابق يمتد على مساحة 8000 متر مربع، يتسع الجراج ل1100 سيارة.
تم إنشاء مسجد بجوار محطة القطارات يتسع لاستقبال ما يصل إلى 500 مصلي. تم تصميم المحطة لتكون مكيفة الهواء على كافة طوابقها، كما تضم المحطة أيضاً 35 مصعد كهربائي، خصصنا واحد منه لذوي الاحتياجات الخاصة، و14 سلم متحرك، بالإضافة إلى 28 شباك تذاكر. بتوفر المحطة 86 بوابة تذاكر إلكترونية و10 ماكينات إلكترونية لحجز التذاكر TVM. كما تضم المحطة أيضاً 1200 كاميرا مراقبة مع 14 بوابة أمنية مجهزة بتقنية الأشعة السينية لفحص الأشخاص والحقائب، ومول تجاري متكامل بتبلغ مساحته 60,000 متر مربع بإجمالي عدد 200 محل تجاري وعدد 30 كشك. محطة قطارات صعيد مصر محطة ذكية تبادلية عملاقة بطابع فرعوني، مركزاً حضارياً متكاملاً يجمع بين الفخامة والتكنولوجيا لتلبية احتياجات المسافرين وتعزيز تجربتهم، مع توفير خدمة واي فاي لكل الزائرين. وكل يوم على أرض مصر بسواعد ولادها بيتولد إنجاز جديد. محطة قطارات صعيد مصر، بوابة الحضارة. نقلة نوعية شهدها قطاع النقل في مصر في السنوات الأخيرة، حيث شهد القطاع إنجازات وقفزات متعددة، من أبرزها ما نشهده اليوم من افتتاح أكبر محطة قطارات صعيد مصر. والآن مع كلمة سيادة الوزير الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكرام، في البداية أتقدم لسيادتكم ولجموع الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأتوجه بالتهنئة لأهالي شمال سيناء بعودة قطار التنمية لنقل الركاب والبضائع بعد 57 سنة من التوقف. وفي إطار توجيهات فخامتك يا فندم بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وإرساءً لمفهوم التنمية المستدامة للدولة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية، والتي لن تتحقق إلا من خلال توفير شبكات النقل والنواة البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، كان لزاماً علينا وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل. وأود في إيجاز أن أعرض على سيادتكم ما تم التخطيط لتنفيذه وما تم تحقيقه حتى الآن وما سيتم افتتاحه اليوم من مشروعات من محطة قطارات صعيد مصر اللي سيادتك بتشرفنا بافتتاحها النهاردة. أولاً، مشروعات السكك الحديدية. بدأ إنشاء شبكة سكك حديد مصر سنة 1851 في عهد الخديوي وعباس الأول، وتم افتتاح أول خط في هذه الشبكة اللي كان القاهرة اسكندرية بطول 208 كيلو متر سنة 1854، وكان عدد سكان مصر آنذاك حوالي 4 مليون نسمة. وتم التوسع في إنشاء الشبكة تدريجياً حتى وصلت أطوالها إلى 10,000 كيلو متر طولي حتى الآن. تولت أعمال التطوير والصيانة لخطوط الشبكة على مدار 160 سنة من 54 حتى 14، ولكنها لم تواكب معدلات السلامة والأمان العالمية والنمو السكاني الكبير خلال تلك الفترة. وتم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية من وحدات متحركة وبنية أساسية ونظم إشارات وتحكم وتطوير ورش والعنصر البشري،
ترتكز على 5 محاور رئيسية، وذلك بهدف رفع طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة. فمثلا اللوحة اللي قدام حضراتكم دي بتقول إن احنا طاقة نقل الركاب في 2014 كانت 700,000 راكب يوميا، النهارده 24 وصلنا إلى 1,000,000 راكب يوميا، مستهدف إن شاء الله 2,000,000 راكب يوميا في 2030. أما طاقة نقل البضائع كانت في 14 4.5 مليون طن سنويا، حاليا في 24 8 مليون طن سنويا، بينما من المستهدف أن تصل إلى 13 مليون طن سنويا في 2030. ثم رفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات. اللوحة اللي قدام حضراتكم دي بتقول لو احنا عندنا 50 شاحنة شايلة 50 كونتينر مشت لمسافة 100 كيلو بينتج عنها انبعاثات كربونية حوالي 20 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. أما لو جرينا بجرار ديزل ال 50 حاوية دول على 50 عربية سطح ينتج عنه انبعاثات كربونية حوالي 4 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، يعني خفضناها إلى 20%. أما لو أطرناها بجرار كهربائي اللي هيدخل إن شاء الله الخدمة في نهاية 25، ال 50 حاوية هينتج عنها انبعاثات كربونية حوالي 1 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، يعني نزلنا إلى 5%. بالنسبة للوحدات المتحركة، إحنا وردنا يا فندم في الفترة اللي فاتت 210 جرار جديد. الجرار ده يا فندم بالمناسبة جبناه في سنة 2021 لما كان الجرار ب 2.7 مليون دولار. كان الدولار ساعتها ب 16 جنيه، يعني ثمن الجرار تقريبا 40 مليون جنيه. النهارده الجرار ب 4.5 مليون دولار. لو ضربنا في 50 النهارده يعني 200 مليون جنيه. يعني لو كنا تأخرنا يا فندم كنا خسرنا كتير قوي. أعدنا تأهيل 97 جرار من إجمالي 220 جرار مخطط إعادة تأهيلها، وإن شاء الله بإذن الله هنكمل علشان ما نشتريش جرارات جديدة تاني بعد كده. توريد 977 عربية من إجمالي 1350 عربة ركاب جديدة من العقد الروسي المجري، وتوريد 6 قطارات تالجو فاخرة من شركة تالجو الأسبانية. أعدنا تأهيل 1354 عربة من إجمالي 1404 عربة تحيا مصر مخطط إعادة تأهيلها ومكملين إن شاء الله. إعادة تأهيل 99 عربة أسباني من إجمالي 110 عربة مخطط تأهيلها. بالنسبة لعربيات نقل البضائع، وردنا 582 عربية نقل بضائع من إجمالي 1215 عربية نقل بضائع، طرازات مختلفة من مصنع سماب التابع للهيئة العربية للتصنيع. ولأول مرة في مصر فنم ال3 عربيات اللي عالمين دول، عربية ثلاجة وعربية نقل غلال، حتى لا نهدر كيلو جرام واحد من الغلال أثناء التحميل والتفريغ، ثم عربة قلاب لنقل الطفلة والبازلت وكل الحاجات الجافة اللي احنا بننقلها. أعدنا تأهيل 5,000 عربية نقل بضائع من إجمالي 9,000 عربية كانوا موجودين عندنا طرازات مختلفة في ورش السكك الحديدية. بالنسبة لعربيات النوم، اتعاقدنا على شراء 7 قطارات نوم فاخرة جديدة لتقديم خدمة فندقية متميزة ولخدمة السياحة بالأساس. أعدنا تأهيل ورفع كفاءة 121 عربية الأسطول اللي كان عندنا من سنة 1881. في مجال تطوير المحطات وإنشاء محطات جديدة، طورنا 310 محطة من 708 محطة موجودة عندنا، وكان أشهرها محطة مصر بالقاهرة ومحطة مصر بإسكندرية. في ضوء توجيهات سيادتك يا فندم بضرورة وضع حل لمشكلة الازدحام بميدان رمسيس وبمحطة مصر، تم التخطيط لإنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل على مساحة تعادل 4 أضعاف مساحة رمسيس الحالية. كان الهدف منها هو تخفيف الضغط على محطة رمسيس من خلال جعل محطة بشتيل محطة نهائية لقطارات الصعيد، رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمي، إنشاء ورش جديدة لصيانة العربات والجرارات لتحسين مستويات الصيانة، التوسع في إنشاء المحطات التبادلية بين وسائل النقل الجماعي المختلفة، تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال توفير محطات نقل ذكية تتواكب مع الجمهورية الجديدة. لماذا بشتيل يا فندم؟ محطة بشتيل أولاً كانت الأرض بتاعتها مملوكة للسكة الحديد، وكانت أرض فاضية بتقع في مكان متوسط ما بين رمسيس والجيزة بين كل منهم 4 كيلو، تقع في محافظة الجيزة اللي تعتبر بوابة لصعيد مصر،
تعتبر منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية في مصر، هو فعلاً اسمه مثلث بشتيل. أسوان اللي جاي من أسوان واللي رايح القاهرة واسكندرية واللي رايح اسكندرية عن طريق المناشي والأباري والقطاع أو قطارات البضائع الرئيسية في مصر. كما أنها مثلث التقاء المحاور الرئيسية في منطقة الجيزة مثل محور الفريق كمال عامر، محور أحمد عرابي الجديد، محور 26 يوليا طبعاً وقربها من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. المشروع كله فني مساحته 60 فدان، المحطة فقط بمشتملاتها 57 فدان بالإضافة إلى جراج ومسجد بمساحة 3 أفدنة. كان لازم فني بنعمل تكامل ما بين وسائل النقل المختلفة، بالإضافة لخطوط السكك الحديدية الثلاثة اللي موجودة، في خط مترو الأنفاق الخط الثالث وصل لحد المحطة، مونوريل غرب النيل وصل لحد المحطة بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعي سواء البي آر تي الكهرباء أو موقف نقل الأقاليم موقف نقل عام. مش هعيد كتير يا فندم بقى شكل المحطة، ده مبنى المحطة الرئيسي، ده مدخله من ناحية المطار، مدخله من ناحية الفريق كمال عامر، مدخله من ناحية السودان، الكوبري المعدني تعرضنا له في الفيلم خلاص، الأرصفة 11 رصيف 3850 متر طولي أرصفة سواء للوجه الإبلي والمناشي أو أرصفة البضائع، بهول المدخل الرئيسي، الهرم الزجاجي، مدخل كبار الزوار، صالة كبار الزوار، بوابة لصالة التذاكر مفصولة عن المدخل تماماً، شبابيك حجز التذاكر، ماكينات حجز التذاكر الإلكترونية بالإضافة للشبابيك، مكتب الاستعلامات، بوابة التفتيش والكشف، بوابات التفتيش والكشف عن الحقائب، بوابات دخول وخروج الركاب للأرصفة. مش أي حد داخل المحطة فن ما يخش على الرصيف، في ناس بتخش المحطة متعقمة ومكشوفة بالأجهزة سواء على الفرد أو على الشنطة اللي معاه، ولكن عشان تخش على الرصيف لازم يكون معاك تذكرة وتعدي من البوابة الإلكترونية. بهو المول التجاري، منطقة المول التجاري بالدور الأرضي، بالدور الأول، بالدور الثاني، غرفة المراقبة المركزية فيها 1200 كاميرا شايفة كل ركن وكل مكان في المحطة بالكامل بورشها بمولاتها بجراشاتها. دور بدروم جراج، ورش المحطة فنم عبارة عن ورشة جرارات بطاقة إصلاح 24 جرار، ورشة عربات بطاقة إصلاح 140 عربية في اليوم في نفس الوقت، مبنى إداري للورشة في المخازن والأعمال الإدارية للورش، مباني خدمية وفنية وأهمها طبعاً محطة كهرباء ومحطة وقود ثم مغسلة، 1.2 كيلومتر طول أنفاق سيارات ومشاة بتربط المحطة بكل الشوارع والمحاور المحيطة بها، وفي عندنا نفق واحد للطوارئ واصل من شارع الفريق كمال عامر إلى شارع المهندسين، ولكن لا يستخدم إلا شارع السودان للمهندسين، ولكن لا يستخدم إلا في حالات الطوارئ. الجراج متعدد الطوابق في المكان هو والمسجد في المكان المواجه للمحطة. الجراج 1100 سيارة، طبعاً هيبقى فيه مترددين كتير جداً، حوالي 250 ألف راكب يومياً هيترددوا على المحطة، فكان لازم بالإضافة للجراج اللي موجود في بدروم المحطة اللي بيسع 250 سيارة، كان لازم نعمل جراج متعدد الطابق آخر يسع 1100 سيارة عشان ما يبقاش فيه أي زحام موجود في المنطقة المحيطة بالمحطة. الجراج طبعاً ليه بدروم، ثم مسجد 500 مصلي، ثم منطقة للحافلات أو محطة للحافلات بتسع حتى 50 أتوبيس وميني باص سواء للأقاليم أو لكل أنحاء القاهرة الكبرى. في منطقة استثمارية فنم على 10 أفدنة في اتجاه المهندسين على شارع السودان مساحتها 10 فدان، فيها 20 برج جاري إنشاؤهم دلوقتي سكني إداري تجاري طبي. المحور الثاني فنم من المحاور الرئيسية في تطوير السكك الحديدية هو البنية الأساسية إنشاء خطوط سكك حديد جديدة. تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجستية لربط المواني الجافة والمناطق اللوجستية، مع وضع خطوط مع خطوط السكك الحديدية، نربط المواني الجافة دي كلها مع خطوط السكك الحديدية في مصر، فكان لازم نعمل خطوط جديدة أو وصلات جديدة لربط العاشر من رمضان بالروبيكو وبالبيس، ولربط السادس من أكتوبر بالمناشي ثم اسكندرية والقاهرة، ولربط السادات بالمنوفية وكل شبكة السكك الحديدية مصر عبر خط كفر داوود السادات، اللي إن شاء الله بإذن الله سيادتك هتشرفنا بافتتاحه النهاردة بالفيديو كونفرنس. الخط الفني ده طوله 38 كيلو في أربع محطات، ثلاث محطات منها للركاب لخدمة القرى ومدينة السادات نفسها،
ومحطة شحن بضائع عملاقة تليق بمدينة السادات الصناعية، وده أول خط سكة حديدية فن بالمناسبة يتعمل في مصر من 30 سنة. جددنا 10,000 كيلو متر من السكة، كان عندنا 10,000 كيلو متر سكة، جددنا منهم حتى الآن من الإجمالي 10,000 كيلو اللي كلهم هيتجددوا 1430 كيلو على خطوط القاهرة اسكندرية بنها الزقازيق بورسعيد، وأهمها كان على إطلاق فن في الفترة اللي فاتت وهو سكك حديد الفردان بير العبد. الخط يا فندم ده طوله 100 كيلو من الفردان لبير العبد، ثم واصلة بطول 44 كيلو من بلوزة إلى شرق بورسعيد لخدمة ميناء شرق بورسعيد، واشتغلت فعلا تجريبي. ده في إطار إنشاء الممر اللوجستي الطابة العريش، وكان لازم عشان نقدر نوصل للعريش كان لازم نعيد تأهيل خط السكك الحديد القديم اللي بيصل من حالياً دلوقتي الفردان بن العبد، ثم اشتغلنا من بن العبد العريش ثم ننزل إن شاء الله إلى طابة. الخط يا فندم ده كان أنشئ سنة 1916، تم تدميره وتخريبه بالكامل في سنة 67. طبعاً تم إعادة تأهيل جزء منه من الفردان حتى رمانة بطول 50 كيلو في الفترة من 1998 إلى 2001، ثم تم صرخته بالكامل في أحداث 2011. بدأنا يا فندم نستعيد كفاءة الخط، بدأنا بازدواج كوبري الفردان الحالي القناة قناة السويس القديمة، عملناه طورناه وعملناه مزدوج، أنشأنا كوبري على قناة السويس الجديدة بطول 640 متر أيضا مزدوج، طورنا كل خطوط السكة اللي كانت موجودة سواء اللي كانت متبقية أو اللي كانت مفقودة، استعدنا كفاءة المحطات يا فندم الستة اللي كانت موجودة، وأنشأنا اثنين محطة جديدة أثناء مرورنا، كان معايا السيد محافظ بورسعيد ومحافظ شمال سيناء، في اثنين جامعة تم إنشاؤهم جداد ما كانوش موجودين قبل كده، الجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية في منطقة مدينة السلام و30 يونيو، أنشأنا لهم محطين جداد علشان يخدموا أهالينا بلدنا في الجامعات دي. ده يا فندم بعض آراء الجمهور اللي قابلناهم يوم التشغيل التجريبي للخط ب 7 اكتوبر. احنا كنا جايين كان خط بارليف ده لسه بيفجروه، يعني احنا من زمان جدا واحنا في الأمطرة، فالحدث ده بالنسبه لنا حدث كبير جدا وحدث عظيم وحاجه احنا مبسوطين بيها جدا كاهالي الأمطرة شرق وشمال سيناء. بنحس النهارده في عبور جديد، كل سنه في سيناء بنحس فيه 6 اكتوبر 73، بنشوفه كل سنه بفضل سياده الرئيس. احنا ده حلم، حلم كنا بنحلم بيه واتحقق على ارض الواقع، وان شاء الله الجاي افضل باذن الله. احنا بنشوف القطرات في سيناء دلوقتي حاجه، بنحس ان احنا في الوادي في الدلتا، بنحس ان احنا في قلب مصر، في قلب في كل حاجه ما دام القطرات بتشتغل باذن الله. القطار النهارده حاجه مفرحه جدا جدا، توجه له الف الف شكر لسياده الرئيس تمام على التنميه اللي عملتها عندنا في سيناء هنا وعلى القطار، يعني كل التوجهات دلوقتي كلها على سيناء من سياده الرئيس، يعني في تعب في المصرف، فدلوقتي القطار كله حيروح تمام نص ساعه يكون في اسماعيليه، نص ساعه يرجع ثاني. أنا محطة فيها مصدر العبد بلوزة. أنا أصلاً من الصعيد من سوهاج وعايشة في سيناء بقالي 25 سنة، وبروح كل 10 سنين، دلوقتي أروح كل سنة. في قطر جنبي بيت كل سنة أروح أشوف أهلي، أنا من 10 سنين ما روحتش، عشان طبعاً أنا أسرة مكونة من 5 أفراد، لما بروح تكلفة عالية جداً عليا. دلوقتي القطر جنبي بيتي كل سنة هروح طبعاً. يعني انا بشكره ومش عارفه اشكره ازاي من هنا للسنه الجايه. اليوم انتصار اكتوبر، اليوم بنلمس تنميه حقيقيه على ارض الواقع، وبنرد على كل المغرضين. ها هي مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر. مكنات انشاء السكه فني مريض تعرضنا لها قبل كده، احنا اصبح عندنا دلوقتي فني 91 مكنه فقط في السكه الحديد، بالاضافه ل 50 مكنه في شركات القطاع الخاص، يعني اصبح تقريبا عندنا 141 مكنه انشاء سكه. المحور الثالث كان تطوير نظم الاشارات والتحكم. يهدف التطوير الى تحويل خطوط الشبكه بالكامل من النظام الميكانيكي الى النظام الالكتروني، لزياده معدلات السلامه والامان وزياده عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحله وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركه القطارات. احنا فنم عندنا تقريبا 2000 كيلو دلوقتي شغالين فيهم في وقت واحد. خط القاهره اسكندريه خلصناه بالكامل بنسبه 100%، خط القاهره اسوان قسمناه قطاعات
هو طوله 875 كيلو. خلصنا قطاع بني سويف اسيوط بالكامل اللي سيادتك اشرفنا بيفتحوا النهارده بالفيديو كونفرنس بنسبه 100%. قطاع اسيوط ناجي حمادي وصل نسبه تنفيذه النهارده 93%. قطاع ناجي حمادي الاقصر وصل نسبه تنفيذه ل 40%. قطاع القاهره بني سويف بدانا فيه مؤخرا نسبه تنفيذه النهارده 5%. واخيرا خط بنها بورسعيد بطول 214 كيلو نسبه تنفيذه النهارده 90%. ده يا فندم قطاع بني سويف اسيوط اللي سيادتك اشرفنا بيفتحه النهارده بالفيديو كونفرنس في مركز تحكم مركزي و14 برج رئيسي و24 برج ثانوي و86 مزلقان. طبعا الورش الانتاجيه والعنصر البشري سبق عرضهم قبل كده. شبكه مترو الانفاق والجر الكهربائي. المشروعات اللي تم تنفيذها حتى الان 177 كيلو. الخط الاول لمترو الانفاق، الخط الثاني لمترو الانفاق، الخط الثالث اللي هنفتتح المرحله النهائيه منه النهارده، القطار الكهربائي الخفيف اللي فتحنا منه المرحله الاولى والمرحله الثانيه. اما المشروعات اللي جرى تنفيذها طولها 2573 كيلو جر كهربائي. اهمها الخط الرابع للمترو اللي هنعمله ان شاء الله على ثلاث مراحل، بنخلص المرحله الاولى دلوقتي. الخط السادس للمترو اللي خلصنا تصميماته وتنفيذه على الارض هيبدا ان شاء الله باذن الله مع مطلع العام القادم. استكمال القطار الكهربائي الخفيف هننزل جنوبا الى مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه وشمالا الى قلب العاشر من رمضان ان شاء الله، ثم منيري لشرق النيل. والنهارده يا فندم لاول مره قدام حضرتك هنستعرض التشغيل التجريبي اللي بدا هذا الاسبوع من محطه العداله في نهايه العاصمه الاداريه الجديده وحتى مدينه نصر. خط فني ماشي دلوقتي بالسرعه التصميميه بتاعته ولكن بسائق وبسيطره كامله من غرفه السيطره والتحكم في العاصمه الاداريه الجديده، الى ان ان شاء الله نبدا في تشغيله بعد ثلاث شهور بدون سائق ان شاء الله. باذن الله خلال اربع شهور خمس شهور هنكون بنحتفل بتشغيله بواسطه الركاب. ثم مونوريل غرب النيل اللي جاري تنفيذه دلوقتي يا فندم، وده احنا التاخر بتاعه ست شهور متاخر عن شرق النيل. ثم الاتوبيس التردري على الطريق الدائري وده بيجرب دلوقتي والمحطات بتاعته بتشطب. ثم القطارات، القطار الكهربائي السريع. احنا عندنا يا فندم شبكه من اربع خطوط 2250 كيلو ولكن بنشتغل دلوقتي في ثلاث خطوط منها بطول 2000 كيلو. ال 2000 كيلو فيهم 60 محطه هتشيل ان شاء الله الثلاث خطوط 2.5 مليون راكب يوميا و33 ألف طن بضائع في اليوم. اللي على اليمين فوق خالص يا فندم ده القطر الاقليمي، اللي تحتيه الجرار الكهربائي، اللي على الشمال ده القطر السريع، وده ان شاء الله جربناه يا فندم في المانيا، بيحمل علم مصر والمانيا رمز الصداقه المصريه الالمانيه، وهيوصل مصر ان شاء الله في شهر ديسمبر القادم. دي صور لبعض المحطات والجسور اللي جاري تنفيذها حاليا. ثم مترو اسكندريه. مترو اسكندريه يا فندم احنا شغالين دلوقتي في المرحله الاولى من ابو قير لمحطه مصر بطول 21.7 كيلومتر فيها 20 محطه. المترو يا فندم ده هينقل 1.5 مليون راكب يوميا. ثم ترام الرمل من فيكتوريا للرمل طوله 13.2 كيلو في 24 محطه. استكملنا كل التعاقدات، كل التصميمات، جاهزين للشغل، ولكن ان شاء الله احنا مأجلين الشغل بتاعه الى منتصف العام القادم عشان ما نبقاش قفلنا اسكندريه بالكامل. يعني الخطين طبعا كانوا مهمين جدا، احنا عوضنا الخط الاول دلوقتي او اللي هو القطار ابو قير باتوبيسات، ولكن ان شاء الله الخط الثاني ده يشتغل في يونيو القادم باذن الله. الخط الثالث لمترو انفاق القاهره ده فني من الخط ده خد افضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنيه الاساسيه لعام 22، خد جائزة التميز الحكومي العربي. الخط يا فندم ده تم الانتهاء منه بالكامل، كان آخر مرحلة اتفتحت فيه في 3/7 بمناسبة 3/7 يوليو 2022 في محطة عدل منصور سيادتك شرفتنا بافتتاحها. ثم النهاردة بإذن الله سيادتك شرفتنا بافتتاح المرحلة الثالثة والنهائية من هذا الخط من العتبة إلى الكتكات ثم شمالا إلى محور رود الفرج وجنوبا إلى
جامعة القاهرة بطول 17.7 كيلو فيها 15 محطة، ودي اللي هتقفل لنا 1.5 مليون راكب يومياً. دي نماذج للمحطات يا فندم اللي موجودة في الخط. ثم الخط يا فندم ده أول خط مكيف بالكامل، محطات وقطارات، في 80 قطار مكيف، في إذاعات داخلية، في شاشات مضيئة للعرض، في مقاعد مخصصة لذوي الهمم، بالإضافة يا فندم إن كل محطاته مطبق فيها كود الإتاحة سواء لكبار السن أو ذو الهمم. دي لوحة مهمة يا فندم جدا، وهي توطين صناعة السكك الحية في مصر. سيادتك وجهت يا فندم إن لازم مش كل حاجة هنستورد، وطبعا عشان نوفر العملة الصعبة لازم نعتمد على نفسنا ونبقى يعني في طليعة قطاعات الدولة اللي نبدأ نعتمد على نفسنا في تصنيع وحداتنا المتحركة وسككنا وكل ما نحتاجه. تعاقدنا يا فندم مع 10 شركات الموضحة في اللوحة، نفذنا على الأرض فعلا وبننتج دلوقتي من 3 مصانع منها. أول مصنع هو مصنع كولوي، دي شركة أسبانية بتصنع كل دواخل القطارات والأتوبيسات، كل حاجة، قطارات ركاب، قطارات نوم، كل حاجة بتنتج دلوقتي يا فندم، وبناخد منها لكل قطاراتنا اللي احنا بنرفع كفتها ونجددها، بل لأتوبيساتنا اللي احنا بنصنعها جديد. دي شركة فيستا ألبان النمساوية عملت المصنع بتاعها في العباسية، 2 خط لإنتاج المفاتيح كلها والإبر والقواطع، كل الحاجات اللي كنا بنستوردها من الخارج بقينا نعملها عندنا، بقلنا إن شاء الله بإذن الله القضبان ننتجها في مصر، ويبقى كل المفاتيح بتاعتنا والسكك بتاعتنا كلها مصنعة في مصر إن شاء الله بإذن الله. أنشأنا 6 مصانع للفرنكات، كل الفرنكات دي كانت بتستورد كلها من تركيا ومن الصين والدول المحيطة، الحمد لله بقى عندنا 6 مصانع للفرنكات، منها 4 مصانع للقطار الكهربائي السريع لأن مواصفاتها مختلفة شوية. اللوحة فني من اللي قدام حضرتك الجدول ده بيقول إن إحنا فعلا استوردنا 2.6 مليار دولار وحدات متحركة في الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله بإذن الله نتوقف عن ده بعد إنشاء مصانعنا. ولكن لو جيت أقارن يا فندم الحاجات اللي إحنا كقطاعات نقل أو السكة الحديد بالتحديد والمترو استوردناها من الخارج 2.6، لو مثلا سيادتك قارنتها بالسيارات والجرارات والأتوبيسات والحاجات اللي كان ممكن أيضا نصنعها، وإن شاء الله يا فندم بإذن الله هنصنعها في الفترة القادمة ومعناش هنستوردها، 45.7 مليار في السنة، في 10 سنين اللي فاتوا 45.7 مليار سيارات وأتوبيسات استوردناها من الخارج، تليفون محمول 8.7 مليار دولار. في حاجات متنوعة بنسميها إحنا كده عامة الشعب بنسميها السلع الاستفزازية. السلع الاستفزازية دي استوردنا منها فقط ب5.6 مليار دولار، أجبان وأساس فاخر وأواني خزفية وحلوي وورق فويل وسجاد وسيراميك وبورسلين وشوكولاتة بأنواعها، حاجات 5.6 مليار. فحتى لو بصيت لل 2.6 مليار دولار بتوع الوحدات المتحركة اللي هي هتنقل مصر إن شاء الله بالكامل، هنلاقيهم سيادتك حاجة بسيطة جدا جنب الحاجات اللي احنا استوردناها. وإن شاء الله بإذن الله زي ما هنعمل في السكة الحديد، بما أننا كلفت بوزارة الصناعة مع زمايلي كلهم في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وبقيادة دولة رئيس الوزراء إن شاء الله وبتوجيهات سيادتك، إن شاء الله يا فندم نوفر كل احتياجاتنا دي وما عدناش نستورد كل الحاجات دي. مشروعات الطرق والكباري، في 3 عناصر رئيسية شغالين فيهم دلوقتي، وعنصر أهم منهم كلهم المشروع القومي للطرق، محاور النيل، الكباري العلوية للمزلقنات. أما العنصر المهم جدا فعلا اللي احنا مهتمين به هو الطرق المحلية والمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في المحافظات. بالنسبة للمشروع القومي للطرق زي ما اتعرض في الفيلم، 7000 كيلو خلصنا منهم 6500 كيلو بالكامل، وشغالين في 500 كيلو الباقيين. آخر محور من المحاور الجديدة اللي سيادتك هتشرفها بالافتتاح النهاردة هو محور الزقازيق السنبلاوين بطول 40 كيلو، 3 حارة مرورية في كل اتجاه بيربط محافظتين من أكبر محافظات الدلتا من الزقازيق حتى المنصورة. تطوير شبكة الطرق الحالية، كان عندنا 10000 كيلو طرق مخططين نطورهم، طورنا حتى الآن 8500 كيلو منها وشغالين في 1500 الباقيين. آخرها يا فندم اللي شغالين فيه دلوقتي وبعضها سيادتك هشرفه بافتتاح النهارده بالفيديو كونفرنس، تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات، تطوير وازدواج طريق أسيوط
سوهاج هنا الأقصر الصحراوي الشرقي، وده سيادتك شرفتنا فيها فنم أثناء افتتاح محور قوس نقادة العام الماضي. الطريق فنم ده 300 كيلو، ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، والطريق بيتعمل فنم كله زي ما سيادتك شاهدت بنفسك على الطبيعة بوسائل تدوير طبقات الرصف الحديثة وأعلى تكنولوجيات لإنشاء الطرق واستعادة كفائتها. تطوير وازدواج طريق دهب نويبع، احنا فنم عندنا طريق طابة شرم الشيخ طوله 210 كيلو، خلصناه بالكامل الحمد لله مزدوج اتجاهين، كان آخر قطاع فيه وهو دهب نويبع بطوله 22 كيلو خلصناه وجاهز للافتتاح بإذن الله النهاردة. تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحية 26 كيلو، ثلاثة حارة مرورية. كباري النيل كان عندنا فنم 38 كوبري ألف قبل 2014، منذ أن بدأ محمد علي ووصلت محمد علي في إنشاء الكباري كان عندنا لحد 2014 38 كوبري فقط يعبر النيل. خططنا يبقى عندنا 35 محور جديد وليس كوبري، بحيث يبقى عندنا في الآخر 73 محور. خلصنا 18 محور منهم وتم افتتاحهم، وآخر محور نفتحه النهاردة، و17 محور جاري تنفيذي عشان يبقى عندنا كل 25 كيلو مسافات بينية محور على نهر النيل. آخر محور هنفتتحه النهاردة من المحاور اللي تم الانتهاء من تنفيذها هو محور بديل خزان أسوان. الحقيقة فنم المحور ده مش فقط محور مروري، ولكن هو محور تبادلي لكوبري بديل خزان أسوان أو كوبري خزان أسوان، لأن خزان أسوان لازم يتعمل له صيانة ونوقف عليه النقل التقيل للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى ربط أسوان وطريق برنيس أسوان شرق النيل بمطار مطار أسوان وطريق الصعيد الصحراوي الغربي وطريق أبو سمبل غرب النيل ومناطق التنمية العمرانية كلها والسكنية حيث الجامعة وأسوان الجديدة غرب النيل. الطريق فنم طبعا اتجاهين، كل اتجاه ثلاثة حارة مرورية بإجمالي طول 5.4 كيلو. الكباري اللي على المزلقانات، بعد سلسلة الحوادث الموجعة اللي كانت بتتم على المزلقانات، سيادتك وجهت إن احنا لازم نقضي على كل هذه المزلقانات ونعمل أعمال صناعية على كل المزلقانات سواء كباري أو أنفاق. حددنا 53 مزلقان منها أشد خطورة نعمل عليهم كباري، خلصنا 25 كوبري بالكامل وفتحناهم قبل كده، 6 كباري النهاردة سيادتك هشرفنا بافتتاحها، يبقى عندنا 22 كوبري جاري تنفيذه بنهاية 25 إن شاء الله القادم، ما يكونش عندنا نفق من الأنفاق الأكثر خطورة، ولكن هنكمل إن شاء الله يا فندم. إحنا حطينا مبدأ يا فندم بتوجيه سيادتك إن أي محافظ من المحافظين عايز يعمل كوبري على مزلقان داخل المدينة بتاعته وهو داخل المدينة وحكم محلي، ولكن إحنا كوزارة نقل هنساهم ب 50% بما إنه يعبر السكة الحديد، وبتوجيه من حضرتك 50% والمحافظة تساهم في 50% وكان آخرها محافظة البحيرة عشان نخلص كل المزلقانات اللي موجودة على سكة حديد مصر. كوبري أعلى مزلقان الصرفي في محافظة البحيرة، كوبري أعلى مزلقان أبو حمص في محافظة البحيرة، وحقيقة فنم ده مش كوبري فقط يعبر المزلقان، ولكن ده هيربط مدينة أبو حمص اللي فيها 600 ألف بني آدم عايشين يعبروا المزلقان، مزلقان وحيد المزلقان ده، وهنوصلهم إلى طريق القاهرة إسكندرية الزراعي اللي هو الشريان الرئيسي اللي بيربطهم بكل باقي أنحاء إسكندرية والدلتا. كوبري أعلى مزلقان ويسنا بالمنوفية، كوبري أعلى مزلقان الرياح في إنا، كوبري أعلى مزلقان المضيق في محافظة أسوان، ثم أعلى مزلقان السيل أيضا في محافظة أسوان. الكباري العلوية، إحنا كان عندنا قبل 2014 فنم 1500 كوبري في مصر حصرنهم بالواحد، خططنا نعمل في العشر سنوات دول 1000 كوبري عشان يبقى عندنا 2500 كوبري، خلصنا منهم 942 كوبري، والنهارده سيادتك هشرفنا بافتتاح 3 كباري منها يبقى 945 كوبري، وال 45 شغالين فيهم حاليا. كان اهمها يا فندم هو الكباري اللي على طريق القاهره اسكندريه الزراعي، لان الطريق ده طريق شريان رئيسي في وسط الدلتا بيتحرك عليه كل محافظات الدلتا، خططنا نعمل عليها 10 كباري، خلصنا منهم 7 كباري والثلاثه الاخرانيين ان شاء الله باذن الله فتحوا النهارده. كوبري جنبواي محافظة البحيرة، وكوبري كفر الدوار محافظة البحيرة، وكوبري كينج عثمان في محافظة البحيرة أيضا. في النهاية يا فندم أستأذن سيادتك في افتتاح بعض من هذه المشروعات بالفيديو كونفرنس.
خط سكك حديد الفردان بير العبد المهندس أحمد إبراهيم. تمام يا فندم. مهندس أحمد محمد إبراهيم، المدير التنفيذي لمشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان بير العبد. المشروع يا فندم بيتكون من خطين، الخط الأول الفردان بير العبد بطول 100 كيلو متر ويحتوي على 8 محطات لخدمة الركاب، الخط الثاني بلوزة ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلو متر لخدمة البضائع. أستأذن سيادتك بكلمة يا فندم. تفضل تفضل. احنا يا فندم في هيئة سكة الحديد كنا بنحلم بتشغيل خط سينا مرة تانية، ولما جت توجيهات سيادتك في يونيو 23 بإنشاء ممر لوجستي يربط بين العريش وطابة واللي أساسه خط سكة الحديد العريش طابة، كنا لازم نستعيد كفاءة خط الفردان بير العبد. ويوم 7 أكتوبر وأثناء التشغيل التجريبي شفنا فرحة أهالينا في سينا بتشغيل الخط مرة تانية، واللي عاد الروح وربط سينا بالوطن الأم مصر. أستأذن سيادتك يا فندم في افتتاح المشروع. تفضل. أي أوامر يا فندم؟ أنت بقى اسمعني، أنا هقول لك إيه، لأن أنا برحب بأهالي سينا اللي موجودين جنب منك، وكنت بتمنى ان هم يبقوا موجودين معاك يفتتحوا الخط. اللي احنا بنعمله ده عشانكم انتم، عشان بلدكم تخلي بالكم منها وتحافظوا عليها، مش على الخط بس، على كل ذره رمل من سينا. امانه في رقبتنا ورقبتكم. متشكرين جدا، متشكرين. خط سكك حديد كفر داوود السادات المهندس وائل مهدي. تمام يا فندم. مهندس وائل مهدي عبد الفتاح، مدير تنفيذ مشروع انشاء خط سكه حديد كفر داوود السادات، الهيئه القوميه لسكك حديد مصر، وزاره النقل. المشروع عباره عن خط سكه حديد بطول 38 كيلو متر لربط مدينه السادات محافظه المنوفيه بشبكه السكك الحديديه على مستوى الجمهوريه، وذلك لخدمه الركاب والبضائع. الخط يشمل عدد 3 محطات لنقل الركاب وكذا محطه نقل بضائع عملاقه بمدينه السادات. تسمح لي بكلمه يا فندم؟ كله عايز يتكلم يعني ولا اجري يا كابتن؟ اتفضل. فرحانين بسيادتك يا فندم. واحنا فرحانين بيهم. انا فندم بصفتي مهندس من المنوفيه كان دايما بيراودني حلم ربط مدينه السادات بباقي قرى ومراكز محافظه المنوفيه، لغايه ما سيادتك اصدرت اوامر بالخط وانشاؤه خلال سنتين، وربطنا مدينه السادات الكبرى بخطوط سكك حديديه ركاب وبضائع حضاريه وسريعه وامنه. ومتشكرين جدا يا فندم. الف مبروك وربنا يريم يا رب. استاذن سيادتك بازاحه الستار. مع بعض لو سمحتوا. اوامر يا فندم. اتفضلوا. اتفضلوا. اي اوامر يا فندم؟ شكرا جزيلا، شكرا. تطوير نظم الإشارات على خط سكك حديد بني سويف أسيوط المهندس محمد مجدي. تمام يا فندم. مهندس محمد مجدي عبد الحميد، مدير تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بني سويف أسيوط، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وزارة النقل. طول الخط 250 كيلو من بني سويف حتى أسيوط. يتكون المشروع من برج مركزي 14 برج إشارات رئيسي، 24 برج ثانوي، 86 مزلان يعمل اوتوماتيكيا. تم تنفيذ المشروع بالكامل وتطوير نظم الاشارات الميكانيكي القديم الى نظام الكتروني حديث ليخدم الركاب والبضائع بمحافظات بني سويف والمنيا واسيوط. استاذن حضرتك يا فندم بافتتاح المشروع من داخل صاله التشغيل بمركز التحكم المركزي بالمنيا. اتفضل. اي اوامر يا فندم؟ شكرا جزيلا، اتفضل. المرحله الثالثه من الخط الثالث لمترو الانفاق المهندس احمد فوزي. تمام يا فندم. مهندس احمد فوزي عبد اللطيف، مدير تنفيذ المرحله الثالثه من الخط الثالث لمترو انفاق القاهره، الهيئه القوميه للانفاق، وزاره النقل. المرحله الثالثه يا فندم هي المرحله النهائيه من الخط الثالث، وبتتكون من 15 محطه باجمالي طول 17.7 كيلو متر.
المرحلة بتخدم مناطق إمبابة، محور رود الفرج، المهندسين، وجامعة القاهرة. أستأذن سيادتك في إزاحة الستار يا فندم. فضل فضل. أي أوامر يا فندم. ألف مبروك. محور بديل خزان أسوان، المهندس محمود قاسم. تمام يا فندم. مهندس محمود مصطفى قاسم، الهيئة العامة للطرق والكباري، وزارة النقل. يبلغ طول المحور 5 كيلو و400 متر، اتجاهين، 3 حارات مرورية لكل اتجاه. يربط المحور بين مدينة أسوان وطريق أسوان برانيس شرقا، ومطار أسوان والطريق الصحراوي الغربي، وطريق أسوان أبو سمبل غربا. أستأذن سيادتك في إزاحة الستار. مع بعض لو سمحت. تمام فندم. أيوة عمر فندم. ألف مبروك ألف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. محور الزقازيق السنبلاوين، المهندسة هبة إبراهيم. تمام يا فندم. المهندسة هبة إبراهيم غنيم، مدير التنفيذي لمشروع إنشاء محور الزقازيق السنبلاوين الحر، الهيئة العامة للطرق والكباري، وزارة النقل. المحور يربط بين محافظتي الشرقية والدقهلية بطول 40 كيلو متر مزدوج، وبعدد 3 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل المشروع عدد 67 عمى صناعي. أستأذن سيادتك في إزاحة الستار يا فندم. تفضل يا حضرتك. أي أوامر يا فندم. ألف مبروك. كوبري أعلى مزلقان أبو حمص، المهندس محمد عماد. تمام يا فندم. مهندس محمد عماد محمد، مدير تنفيذ مشروع كوبري مزلقان أبو حمص العلوي بمحافظة البحيرة، الهيئة العامة للطرق والكباري، وزارة النقل. يبلغ طول الكوبري 1270 متر اتجاهين، بإجمالي عرض 24 متر، لربط طريق القاهرة اسكندرية الزراعي بمدينة أبو حمص، وحل مشكلة التكدس المروري، وتأمين عبور المزلقان. أستأذن في إزاحة الستار يا فندم. تفضل يا فندم. أي أوامر يا فندم؟ ألف مبروك. كوبري جنبواي العلوي، المهندسة نرمين محمود. تمام يا فندم. مهندسة نرمين محمود محمد، مدير تنفيذ مشروع كوبري جنبواي العلوي على طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي بمحافظة البحيرة، عن الهيئة العامة للطرق والكباري، وزارة النقل. الكوبري بطول 900 متر، عرض 24 متر، اتجاهين، بواقع 3 حارة مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى طريق سطحي اتجاهين بطول 1 كيلو متر. الكوبري بغرض إلغاء التقاطعات السطحية وتطوير الطريق الزراعي وتقليل ازدحام المروري بتلك المنطقة. أستأذن سيادتك بإزاحة الستار يا فندم. تفضلي. أي أوامر يا فندم. ألف مبروك. شكرا. في النهاية سيادتك بشكر سيادتك وبشكر كل اللي ساعدوني من الحكومة المصرية والقوات المسلحة ومستلف الهيئة الأنسية للقوات المسلحة. وأي أمر يا فندم. يعني اسمحي لي بس إن أنا بسم الله الرحمن الرحيم الأول. طبعا بهني الدولة وبهني الشعب المصري بالافتتاحات اللي احنا عملناها النهاردة، وبشكرك يا كامل، وبشكر كل الناس اللي اشتغلت معاك سواء كان داخل الوزارة أو الشركات اللي قامت بالجهد الكبير ده. وأنا يمكن عايز أقول في الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت،
ان احنا لم نتوقف ابدا على العمل. ويمكن كامل قال ان احنا في 41,000 كيلومتر طرق داخليه بتاعت حياه كريمه. كنت اتمنى ان احنا يعني نبقى نشاور عليها كامل، لان ده موضوع احنا بنتكلم على 1500 قريه. انا عارف قالوا لي 20 دقيقه ومش بنزلش عشان كده، واحنا لما بديك الوقت ما بيكفيش يعني. فالمهم على كل حال اقصد اقول ان ال 41,000 كيلو دول احنا بنتكلم على طرق داخليه داخل القرى كانت حالتها بتبقى صعبه جدا جدا، والحركه عليها صعبه جدا جدا، ولكن دي كمان من ضمن الحاجات اللي تم تنفيذها. وان شاء الله برضو باكد تاني مع نفسي ومع الحكومه وللمواطنين ان احنا بنتكلم ان برنامج او مبادره تحيا مصر لبقيه القرى سواء المرحله الثانيه او الثالثه، احنا مصرين رغم الظروف الصعبه جدا اللي بتمر بالمنطقه ان احنا نكمل البرنامج ده ان شاء الله. ودي كلمتنا كدوله لاهلنا في الريف المصري اللي هم ال 3000 قريه وتوابعهم، ان احنا ان شاء الله مستمرين في هذا العمل. لكن يمكن الامور ما تبقاش بنفس المعدلات اللي احنا كنا شغالين بيها، لكن احنا مستمرين في هذا العمل يعني. اللي احنا شفناه النهارده واللي اتعمل ده هو جهد الدوله المصريه وجهد وزاره النقل في ان هي مش تحسن مستوى الخدمه، لا ده هي قطاع كان مهمل على مدى عشرات السنين اللي فاتت وما كانش طرف ابدا مننا ان احنا يعني نقول ايه ان ده ما كانش ممكن يتعمل. يعني ممكن حد يناقش يقول ال 2 تريليون اللي الفريق كامل بيتكلم عليهم كان ممكن يتحطوا في حاجه تانية. كلام مهم نسمعه ونتناقش عليه، لا ما كنتش اقدر. ما كنتش اقدر لو كنا احنا بنتكلم على ان احنا نجهز بلدنا اولا لخدمه مواطنيها ثم لخدمه الحركه بتاعت دولة عايزة تنمو ل 106 مليون دلوقتي ويمكن أكتر. إزاي هنقدر نعمل ده وإحنا الضروريات والأساسيات القديم كان يعني خرج من الخدمة مش كده يا كامل؟ طبعا. والجديد مش موجود خالص. فكان لابد إن إحنا ننفق الإنفاق الكبير قوي ده. اللي ممكن يبقى فيه نقاش كبير قوي على ان يعني هل الوقت كان ممكن يبقى اطول من كده؟ انت قلت مثالين ثلاثه على التكلفه الماليه، ان احنا كان كل وقت بنقعده التكلفه الماليه ممكن بتزيد، مش على قد التكلفه الماليه عشان سعر الدولار اتغير في مصر، لا انا بنتكلم على ان الاسعار العالميه تقريبا اتضاعفت، يعني الحاجه اللي كانت بتيجي ب 2 مليون دولار زي الجرارات اللي اتكلمت عليها بقت باربعه وشويه. طب انا النهارده لو بجيب 100 جرار في 2 مليون يعني ب 200 مليون في 4 يعني 450 ولا بتاع، مش كده يا كابتن؟ ايوه فندم. انا بس بقول الكلام ده لينا ان احنا ممكن اكون قلت الكلام ده قبل كده واتكلمنا فيه قبل كده كتير، لكن انا باكده ان هي ثوابت في ادارتنا للعمل، ثوابت في ادارتنا لعملنا، انك انت تعمل دوله هذه الدوله قادره على النمو لتجابه حياة الناس في مصر. حياة الناس في مصر. أنت بتتكلم في 106 مليون عايشين على شريحة صغيرة كانت وبخدماتها. الشريحة صغيرة وخدماتها صعبة. وده تعبير مهذب جدا. ولو النهاردة نتكلم على مش عارف كان ده ممكن يبقى نحطه ولا لأ، إن إحنا نجيب حال السكة الحديد في مصر. سواء كان محطات أو خطوط أو وحدات، إحنا بنتكلم على إن القطاع كله أهمل وأهمل. ده مش عيب في اللي قبل مننا، لكن دي كانت ظروف كانت بتمر بالبلد عندنا، وكان الخيار بالنسبة لنا نعملها وتبقى ظروفنا الاقتصادية صعبة ولا ما نعملهاش. ودي ثالث مرة بقولها، ثالث مرة بقولها. اوعى تفتكروا احنا بنعمل ده ما كناش عارفين ان احنا هنعاني منه. لا كنا عارفين. بس نعاني منه ونغير بلدنا ولا نفضل زي ما احنا والبلد دي ما بقاش ليها مستقبل. لينا ومش لينا احنا بقى. ولا حتى لابنائنا يمكن. اللي بنتكلم على
على احفادنا، مش هيلاقوا حاجه. اللي احنا بنتكلم فيه ده اساسيات ما كانش يمكن اغفالها ولا تاجيلها ابدا. ده احنا يا دوبك كده بنحط الدوله على الخط مش كده يا دكتور؟ الدكتور مصطفى بيقول لي اول الطريق. طب ما احنا كنا فين يعني؟ اذا كنا اللي احنا بنعمله ده اول الطريق، طب ما احنا كنا فين؟ هي دي القضيه، ان احنا لما تعايشنا مع حالنا اللي قبل كده على مدى السنين اللي فاتت تصورنا ان هو ده الطبيعي. لا، اللي انتوا كنتوا عايشين فيه ده مش طبيعي خالص، ده اي حاجه. واحنا ما نعرفش كمسؤولين امام الله اللي هيحاسبنا ان احنا نبقى فاهمين حاجه وما نعملهاش عشان خايفين على يعني الناس تبقى تقول يعني ظلمونا وتعبونا وبتاع. لا، احنا نتعب لاجل بكره ونجني لاجل بكره. هقول لكم على حاجه سمعتها كانت لطيفه قوي. لما اتكلمنا على الرئيس السادات يا كامل، وقلنا ان ساعه لما عمل اللي عمله ما كانش ساعتها كل خصومه كانوا كسبانين. كل خصومه ايه؟ ساعتها في الوقت دوت كل الدنيا قطعت مصر. كل الدنيا قطعت مصر. انا متهيألي ان كل 10 سنين بيتكتب له صفحه جديده. طبعا. عشان يقول له ايه؟ انت هزمت خصومك وانت مش موجود. هزمت ايه يا كامل؟ هزمت خصومك وانت مش موجود. الله يرحمك. الله يرحمك. وانت مش موجود كل خصومك اللي قالوا واساءوا وانت مش موجود غلبتهم، هزمتهم. فمش شرط كل حاجه تبقى الناس يعني تبقى فاهمها باهميه وقتها والقرار اللي بيتاخد ليه، مش شرط. لكن ساعات ممكن الزمن بعد كده يرد، وفي النهايه كله قبل ده وده في رب عظيم علام حكيم هو اللي هيفصل بين الناس. واحنا كما المسؤوليه بتاعت 106 والضيوف اللي موجودين كمان مسؤوليه كبيره قوي، ويا رب ان احنا نقدر نعدي من اليوم دوت في الحساب يعني. بشكرك يا كامل وبشكرك. شكرا يا فندم. اشتغل معاك. شكرا. انا بس لا استنى يا كامل، في عندك اللوحه 99 على 127. 99 على 127 اللي فيها الجداول بتاعه التكلفه الماليه اللي احنا حطيناها لمنتجات جبناها خلال 10 سنين. ايوه. انا يعني قصدت ان انا اجيب الجدول دوت عشان الناس تنتبه معانا ما دام احنا بنتكلم في يا ترى الانفاق اللي احنا بنعمله في منتجات قال لك ان ده تكلفه بالدولار كانت من ضمن اسباب ما نحن فيه. مش كده يا دكتور مصطفى؟ طيب انا بس عايز اقول لكم بالراحه خالص، بصوا على كل حاجه اتقالت هنا، وبصوا على الرقم اكبر رقم اللي هو ال 45 مليار. وبرضو شوفوا الرقم الرقم بتاع التليفون المحمول والكلام ده، ده سنوي يا كامل. ده سنوي مش 10 سنين. 10 سنين اللي هم ال 14-24 اللي هو 8.7 من 10 مليار جنيه، مش كده يا كامل؟ دولار يا فندم. دولار. واللي بعد منه الادويه بتاعت الطب البشري 23 مليار، والمواد الدوائيه 4 مليار دولار، ولوحات التوزيع بتاع التحكم الكهربائي 2 مليار دولار. يا جماعه، يا اهل الصناعه، يا مستثمرين، يا رجال الاعمال، يا اللي شغالين في البنوك، يا اللي شغالين في التجاره والصناعه، يا اللي شغالين في الاستثمار، اللي انتوا قدام منكم ده هي عباره عن فرص عمل ليكم. لان كل منتج من ده احنا دفعناه بالدولار عشان نجيب المواد ديت او المنتجات ديت تتباع في مصر. كل الارقام ديت
لما بتتكلم على انك بتجيب ب 9 مليار دولار تليفون محمول، بتجيب منتجات ادويه في بعضها يمكن ما تقدرش تعمله، لكن يا ترى كل الادويه اللي بتجيبها ما تقدرش تعملها؟ احنا عندنا يعني دي اهم حاجه عندنا، اهم حاجه مش في اللي انت قلته النهارده كله يا كامل. وانا لما قلت لك لو سمحت هات لي الحاجات اللي احنا اشتريناها كتجاره وصناعه في 10 سنين عشان اوريكم الرقم ده. الناس النهارده بتستسهل اللي بتشتغل في التجاره يعني او في المجال يعني، بدل ما يجيب الكلام دوت ويعمله في مصر ويخش في متاهات مع ارض وتمويل ثم بقى نقل تكنولوجيا من بره في الاخر عشان يطلع المنتج اللي احنا بنتكلم عليه ده، يقول لك يعني اشتريها اسهل. والدوله، وانا بتكلم وانا مسؤول، والدوله ما حاولتش تشتغل بجديه وصلابه وصرامه. ويا كامل صرامه لما تيجي على بند 16 في الجدول الاخير ده، عطور ومزيلات عرق وماء تواليت ب 440 مليون دولار، يعني حاجه كلام مستحرات تجميل تقريبا ب 500 مليون، حقائب يد ب 200 مليون، شوكولاته تقريبا ب 400 مليون، حتى السيراميك ب 235 مليون. وبتلوموني تقولي لي الدولار غيري ليه؟ الدولار غيري ليه؟ حد يبعت؟ ما بقولش ان احنا طبعا نقفل البلد يعني عشان الناس ما تفهمش غلط يا كامل يعني، لكن انا بقول دي انا في تقديري. طيب ورق الفويل ب 500 مليون؟ ايوه. ها؟ ب 500 مليون؟ الورق الفويل ما بنعملوش. طيب الجبنه بمليار و100 بمليار و200؟ ايوه يا فندم. الجبن بمليار و200، ونقول للناس فين مش عارفين نعمل مصانع ننتج الحاجات اللي الناس عايزاها. ده كلام كده يعني بقوله لكم عشان تعرفوا ان الحلول معانا مش معايا انا ولا حتى مع الفريق كامل. احنا كمصريين كرجال اعمال اللي مكتوب ده كله هو عباره عن فرصه عمل لحضرتك انك تنتج الكلام ده لمصر تبيعه ويبقى ناس بتشتغل ويبقى في ناتج محلي ويمكن يبقى فيها شويه ضرائب للدوله. يا ترى ده اسلم ولا جيبها من بره؟ احنا هنا ما جبناش العربيات ولا جبناها. ده رقم كام؟ هنا في بند 25 مليار دولار، مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. يعني معقول مش قادرين نخلي شركات السيارات تنتج سيارات عندنا تكفي طلبنا في مصر ونروح نستورد سيارات؟ طب نستورد برضه بس نسبه مش كله. انا حبيت بس اقول النقطه ديت، اذا كنتوا عايزين تتجاوزوا التحدي بتاع الدولار لازم هذه المنتجات او نسبه كبيره جدا منها يتم ايه؟ تصنيعها في مصر ان شاء الله. وده امر مش سهل ان شاء الله، وده امر مش سهل، واحنا مدعمين الحكومه بكل الدعم حتى تخرج هذه المنتجات او جزء منها في اقرب فرصه في حاجات كتير غير كده كمان، لكن انا بس حبيت اشاور لكم على حاجات انتوا لما تسمعوها تقولوا يا ما احنا بنجيب عطور وحاجات من هذا القبيل ومش قادرين نعمل في مصر حاجه زي كده ب 450 مليون، مش عارفين نعمل نجيب ب 400 مليون جنيه مصانع تعمل شوكولاته للناس ومال، اي حاجه موجوده للناس ومال بس نعملها. مره ثانيه بشكرك يا كامل، شكرا يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين، وعايزين بقى خلال المرحله اللي احنا موجودين فيها دي
نستمر دكتور مصطفى في الشغل اللي احنا عملناه، وكنا يعني يأجلناه شوية افتتاحه، لا نفتتح بقى الكلام اللي احنا بنعمله. شكرا جزيلا. نستأذن حضرتك يا فندم في جولة تفقدية في المحطة، تفضل. نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمار والتنمية وزارة النقل. سيادتك يا فندم، اتشرفنا النهارده في محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل بمحافظة الجيزة اللي تم تصميمها وتنفيذها في هذا المكان لعدة أسباب. منطقة بشتيل منطقة وسطية تقع ما بين محطة قطارات رمسيس ومحطة قطارات الجيزة. محافظة الجيزة يا فندم هي بوابة صعيد مصر. مثلث بشتيل هو نقطة التقاء أهم خطوط سكك حديد مصر، خط سكك حديد أسوان الإسكندرية، خط سكك حديد المناشي الأباري الإسكندرية. المحطة يا فندم محاطة بأهم طرق ومحاور القاهرة والجيزة. محور 26 يوليو الجديد طريق المطار في اتجاه الشمال، محور 26 يوليو في اتجاه الجنوب، شارع السودان في اتجاه الشرق، محور الفريق كمال عامر في اتجاه الغرب. المحطة يا فندم مرتبطة بوسائل النقل الجماعي، حيث تعتبر محطة تبادلية مع مونوريل غرب النيل في محطة بشتيل، الخط الثالث لمترو الأنفاق وادي النيل عدلي منصور، الأتوبيس الترددي اللي بينقل الركاب للطريق الدائري، بالإضافة لمحطة حافلات تقوم بنقل الركاب لجميع أنحاء القاهرة الكبرى. المشروع يا فندم عبارة عن محطة قطارات بمشتملاتها على مساحة 60 فدان، بالإضافة لمشروع استثماري على 10 أفدنة عبارة عن 20 مبنى تجاري إداري سكني طبي بيطل على شارع السودان. مبنى المحطة الرئيسي مقام على 31 ألف متر مربع 4 أدوار. دور البدروم يا فندم عبارة عن جراج سيارات بسعة 250 سيارة، بالإضافة ل 36 محل تجاري. الدور الأرضي عبارة عن صالة وشبابيك التذاكر، مكاتب إدارية لتشغيل المحطة والخدمات، وعدد 36 محل تجاري. الدور الأول مول تجاري بعدد 55 محل، الدور الثاني مول تجاري بعدد 70 محل. مبنى ورش الجرارات بطاقة إصلاح وعمرات خفيفة لعدد 24 جرار في اليوم. مبنى ورش العربات بطاقة إصلاح ل 140 عربة في اليوم. مغسلة تقوم بأعمال غسيل والنظافة الآلية للقطارات. محطة وقود، محطة كهرباء، مبنى موزعات بقدرة 13.6 ميجا فولت أمبير. محطة فندم مزودة بعدد 11 رصيف، منها عدد 6 أرصفة للركاب اتجاه القاهرة أسوان، عدد 4 أرصفة للركاب في اتجاه المناشي الأباري الإسكندرية، ورصيف للبضائع. المحطة فندم مرتبطة بالمحاور الخارجية بشبكة بالأنفاق السيارات والأفراد بطول 1200 متر يا فندم. من المنتظر أن يستخدم المحطة في اليوم يا فندم مترددين 250 ألف متردد، مما استوجب إنشاء جراج متعدد الطوابق 6 أدوار بسعة 1100 سيارة، محطة للحافلات بسعة 50 أوتوبيس وميني باص، جامع يا فندم مسجد بسعة 500 مصلي. المحطة يا فندم مزودة بأحدث أساليب ومعدات الإلكتروميكانيك، اللي منها نظام إنذار وإطفاء آلي بيحقق الوقاية
لجميع الافراد المترددين والمعدات. اي امر يا فندم؟ مهندس خالد محمد عطيه، رئيس شركه تكنولوجيا معلومات وزاره النقل. تم تكليف الشركه فندم بمكانه محطه قطارات سعيد مصر، وبالفعل لتكون محطه تبادليه ذكيه مؤمنه. وبالفعل يا فندم تم تزويد المحطه باربع انظمه: منظومه تحكم وسيطره، 14 بوابه مؤمنه للكشف عن الحقائب والمعادن، اربع مداخل ومخارج مؤمنه ببوابات لدخول وخروج السيارات في الجراج، منظومه التذاكر وحجز التذاكر بتشمل 36 شباك حجز تذاكر منهم اربع شبابيك لذوي الهمم، و10 ماكينات حجز ذاتيه. بالاضافه فندم لنظم الحجز المنتشره على مستوى الجمهوريه في جميع محافظات مصر من خلال منافذ فوري ونظام الهاتف المحمول، ولاحكام السيطره الدخول والخروج على الارصفه 184 بوابه الكترونيه، منها 14 بوابه لذوي الاحتياجات الخاصه. وبكده فندم ما فيش حد يدخل او يخرج من غير تذكره. منظومه الكاميرات تامين محطه والكاميرات، 1200 كاميرا متوزعة خارج وداخل المحطة للتأمين، مرتبطة كلها بغرفة المراقبة المركزية. الغرفة سيادتك فيها مهندس متابع جميع الأحداث ويتم تسجيل على مدار 24 ساعة. منظومة المعلومات 145 شاشة موزعة داخل المحطة والأرصفة وداخل المول التجاري لتوفير معلومات مواعيد القطارات واستعلامات لأي بيانات المواطن والمقاضي المتاحة يوسع عليها المعلومات آنيا ولحظيا من غرفة تشكيل المركزية. المحطة يا فندم الآن محطة تبادلية ممكنة ذكية. تحت أمرك يا فندم. هنا فندم سيادتك مشرفنا على الرصيف اللي في اتجاه المناشي اسكندريه، المناشي الابار اسكندريه، في اقصى الشمال يا فندم هناك اللي عليها العلم اللي هناك دي ورشه الجرارات. في اقصى الشمال في اليمين مننا ده ورشه العربيات، وده مبنى الخدمات بتاعه المحطه، المبنى الاداري اللي فيه كل المخازن وفيه كل المكاتب الاداريه كلها، السيطره والتحكم من هنا. احنا عارضين على سيادتك النهارده هنا كل الوحدات المتحركه اللي في اليمين يا فندم، ده الجديد، يعني ده جرار بي ار ال جديد، ده بي ار ال زيه امريكاني اللي مرفوع كفاءته اللي هم ال 27 جرار اللي قلت عليهم. الستك الجرار قطع غياره الاصليه نفس المكونات، نفس الدواخل اللي عملناها في المصنع بتاع كل يوم عندنا، بنطلع الجرار زي الجرار الجديد بالظبط. ده الجرار الجنرال الكتريك الجديد، زي الجديد ده القديم زيه بالظبط، ولكن الجرار اخو جرار. ده الجرار الهنش اللي فندم اللي بيشتغل فيه 45 سنه، ده بيشتغل من 79 و80 في السكك الحديديه. طبعا دي العربيات الجديده كلها، ده العربيات الروسي والعربيات اللي تحيا مصر، ودي العربيه الاسباني اللي عندنا منها 110 عربيه جددناها بالكامل يا فندم لسيادتك. لو العربيه حد دخلها النهارده، اللي كانوا لما احنا وقفناه ودخلنا الروس كانوا فاكرين ان احنا هنطلعها من الخدمه، وقالوا الاسباني ده عربيه يعني وتيره وواسعه، فالحمد لله بقت كلها متجدده. ده سيادتك ده شكل الورشه من الداخل، ورشه مجهزه على اعلى مستوى للعربيات والجرارات. طبعا هنا ورشه صيانه وعمارات خفيفه، لو في عمارات تقيله بتروح على الورش الرئيسيه المتخصصه في سكه الحديد. الله يبارك فيك، اتفضل يا فندم. البلاط النافر ده بيعمل سيادتك عشان المحطة دي متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، بيقدر سيادتك يمشي بالعصاية اللي معاه، يقدر على طول هو يوصل للمكان بتاعه من خلال البلاط ده. البلاط ده سيادتك كان بيستورد الأول، بلاط كله سيراميك مستورد، احنا بدأنا نعمله موزايك مصري عشان نوفر طبعا الاستيراد. هنا فندم زي ما الناحية التانية شفنا
الست ارصفه اللي هم ست ارصفه زائد ارصفه البضائع اللي بيخدموا المحطه في اتجاه المناشي الاباري، ان سكه المناشي الاباري دي ده سكه ثانيه للاسكندريه، ولكنها سكه مهمه جدا لانها بننقل عليها تقريبا كل بضائع مصر، الغلال وكل الحاجات اللي جايه من اسكندريه الى منطقه امبابه، صوامع امبابه الرئيسيه زائد مصر الوسطى كلها. هنا ستك الاربع سكك دول زائد اثنين سكه نفادي، اربع سكك ستك نهائيه لطريق الصعيد، زائد اثنين ستك اللي هيجي من الصعيد وعايز يروح اسكندريه، عشان مثلا لو واحد جاي من اسيوط جاي، واحد جاي من الاقصر عايز يروح طنطا او يروح بنها او يروح حاجه في الوجه البحري او اسكندريه، بيكمل على طول السكتين ستك الاخرين دول، يكمل على طول في اتجاه محطه مصر ومنها الى اسكندريه. الاربعه الباقيين ستك دول محطات نهائيه او سكك نهائيه لكل قطارات الصعيد هتقف هنا. برضه يا فندم هنا احنا عاملين جايبين قطر طلجو جديد زائد قطر مجدد بالكامل هنا، زائد دول الروسي الجديد سواء مكيف او غير مكيف. فوقينا يا فندم هنا ده الكوبري اللي المعدني اللي يمكن عرضناها على حضرتك في البرزنتيشن، ده بيجيبنا من شارع السودان، ده سيادتك العمارات دي في شارع السودان في المهندسين، بيجيبني من شارع السودان في المهندسين يا اما بالكوبري العلوي ده واستغلناه عملنا فيه 20 محل تجاري، يا اما في نفق تحتنا هنا يوصل لكل المحطة أو يعدي إلى محور الفريق كمال عمري. ورا السور ده فندم ده المنطقة العشر أفدنة اللي هي المنطقة اللي هنستغلها استغلال استثماري، ودي إن شاء الله فندم اللي هتجيب لنا عائد بالإضافة طبعا للجراشات بالإضافة إلى المولات والمطاعم اللي موجودة في المحطة، عشان إن شاء الله بإذن الله نستعيد اللي احنا صرفناه على المحطة بتاعتنا. وأي أمر فندم تحت أمر حضرتك، الله يبارك في حضرتك. مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، كما شهد أيضا السيد الرئيس افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرنس، وقام كذلك بجولة تفقدية لمكونات محطة قطارات صعيد مصر. في كلمته بنهاية الافتتاح أكد السيد الرئيس أن الدولة لم تتوقف أبدا عن العمل رغم كل التحديات، وأشار إلى أن ما رصدناه اليوم من جهد من قبل الدولة المصرية يستهدف النهوض بقطاع كان مهملا طوال السنوات الكثيرة الماضية. في هذا الإطار أيضا شدد السيد الرئيس على أن الدولة تعمل وفق ثوابت في إدارة العمل على كافة الأصعدة، وأشار إلى أن الدولة المصرية وهي تنهض بقطاع النقل كانت على علم كامل بحجم التحديات الاقتصادية التي سوف تواجهها، ولكنها اختارت المضي قدما في التنفيذ لأنها أساسيات لا يمكن تأجيلها. فيما يتعلق أيضا بتحدي الدولار، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا المستثمرين ودعا كل الجهات المعنية لتعميق التصنيع المحلي، مشددا على أن كل منتج قمنا باستيراده بمليارات الدولارات نستطيع أن نقوم بتصنيعه وبإنتاجه في مصر.
ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة عين شمس. بعد تحية فندم، طبعا هذا الافتتاح الذي شهدناه اليوم، افتتاح السيد الرئيس لمحطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، أهمية هذا الافتتاح في هذا التوقيت من أجل النهوض بقطاع مهم جدا وهو قطاع النقل والسكك الحديدية أيضا خلال هذه الفترة، تحديدا ضمن طبعا المشروعات القومية العملاقة التي يتم افتتاحها في مختلف محافظات الجمهورية. أهلا بحضرتك والمشاهد الكريم. طبعا هذا المشروع الأول بنبارك للمصريين، ويأتي أيضا في إطار أجواء من احتفالية بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيد، وطبعا هذه المحطة لها دور مهم جدا في تخفيف العبء على محطة مصر اللي موجودة في ميدان رمسيس. طبعا محطة مصر هي المحطة الوحيدة اللي كانت موجودة في القاهرة، ومع زيادة عدد السكان وزيادة الطلب على النقل على السكة الحديد وزيادة عدد الركاب، كان لابد من البحث عن محطة تبادلية جديدة لتخفيف الحمل على محطة رصيف، وبالتالي كان اختيار موقع باب الحديد منطقة بشتيل باعتبار انها منطقة حيوية قريبة من كثير من المواصلات المختلفة، سواء اذا قلنا من محور احمد عرابي، قريبة من الطريق الدائري، قريبة من طريق من مونوريل اكتوبر، قريبة من محطة التوفيقية للمترو. كل هذه الامور كانت مقومات لاخترنا منطقة بشتيل. طبعا هذه المحطة مقامة بمساحة تتجاوز 3 أضعاف مساحة محطة رمسيس، بالاضافة الى ان هذه المحطة مبنية على احدث الطرازات اللي موجودة على مستوى محطات السكة الحديد. الطراز المعماري هو طراز فرعوني، وده برضو ليه مدلول علشان مستخدمي السكة الحديد من أهالينا أو حتى من السائحين قاصدي المحافظات مصر المختلفة يقدروا إن هم ياخدوا فكرة عن الحضارة المصرية، بالإضافة إلى إن في مول تجاري على مساحة تتجاوز 90% من مساحة المحطة، في جراج من 6 أدوار، يعني أنا كمسافر أستطيع إن أنا أترك سيارتي وأستخدم السكة الحديد وأرجع أخذ العربية تاني ومش محتاج وسائل مواصلات إضافية. كل هذه الأمور عايز أقول روعية في المحطة، التكنولوجيا برضو الحصول على تذاكر السفر والبوابات الإلكترونية للمحطة وغيرها، دي كلها يعني مأخوذة في الاعتبار في إنشاء هذه المحطة اللي تعتبر هي الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ودي طبعا من الإنجازات الكبيرة للسكة الحديد اللي عايز أقول إنها في العقود الماضية أصابها شيء من التراهل والإهمال قبل 2014، وطبعا الدولة اشتغلت في مشروع قومي للنهوض بالسكة الحديد أسوة لما حدث في قطاع النقل البري. طيب خليني أتوقف عند النقطة دي تحديدا دكتور حسن، وهي الحقيقة اللي أشار إليها وأكد عليها أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان هناك علم كامل من قبل الدولة المصرية بحجم التحديات الاقتصادية من أجل تطوير هذا القطاع المهم. هو قطاع في منتهى الأهمية وكان بيحتاج بالفعل إلى تطوير لأنه كان مهمل منذ سنوات عديدة ماضية، وبالتالي كان هناك علم بحجم التحديات الاقتصادية، ولكن كان هناك قرار حاسم من كل مؤسسات الدولة المصرية للنهوض قدما بهذا القطاع المهم والبدء بالفعل في التنفيذ لأنها أساسية لا يمكن تأجيلها. عايزة حضرتك يعني تقدم قراءة لما ذكر السيد الرئيس في هذا الإطار تحديدا. يعني إذا حطينا عنوان يعني لهذا الأمر هنقول إن ما تم هو خطة إنقاذ لقطاع السكك الحديدية في مصر، لأن كانت السكة الحديد قبل 2014 أنا بعتبرها ماتت إكلينيكيا، يعني لأن كانت في حالة من عايز أقول سوء الخدمة والتردي وعدم وجود إحلام جديد وجرارات بقالها 45 سنة شغالة ومشاكل كثيرة جدا، يعني فالدولة أخذت على عاتقها قرار صعب بتوجيهات من القيادة السياسية إن إحنا لازم نحل المشكلة بحلول جذرية، وهذه الحلول تكون للأجيال الحالية والمستقبلية. وأنا بأكد على أن النقل هو قطاع خدمي، الدولة لا تهدف للربح من إنشاء محطة سكة حديد أو خط سكة حديد أو خلافه، لكن هو خدمة نقل بضائع وركاب بتقدمها الدولة للمواطن المصري علشان يبقى في عندي جودة في الحياة، يبقى في عندي تأمين لحركة الناس عشان نقلل من معدلات الحوادث اللي كانت بتحصل. ويمكن لمسنا مع تطوير نظم التحكم والإشارات وتحويلها للنظام الإلكتروني
وتضريب العنصر البشري وغيرها من اللي لا يتسع الوقت يعني ما تم في قطاع سكه الحديد منظومه متكامله وتدريب العاملين ورفع كفاءه العنصر البشري واحلال وتجديد وشراكات مع القطاع الخاص لتجميع وتصنيع مستلزمات سكه الحديد لتوطين صناعه النقل. كل هذه الامور تمت من 2014 الى الان ولا زالت الدوله شغاله فيها. يكفي ان احنا نقول بنزيد 2.5 مليون مولود في العام، يبقى انا محتاج دايما بنية أساسية يحصل فيها توسع باستمرار ويبقى في عندي مواصلات تستوعب هذه الزيادة السكانية، ومن هنا كان لابد ان احنا نطور السكة الحديد وننشئ خطوط حديدية ايضا جديدة علشان عندنا شبكة القطارات الحديدية السريعة اللي هتشمل فيما تشمل الخطوط الثلاثة، الخط الأخضر من العين السخنة حتى مطروح، والخط الأزرق من القاهرة حتى أبو سنبل غرب النيل، والخط الأحمر اللي هو سفاجة الغردقة. هنا هي منظومة متكاملة الدولة شغالة فيها، والهدف منها ليس فقط عشان نقول إن إحنا أنشأنا خطوط حديدية، لكن هناك حاجة فعلية ماسة لإنشاء هذه الخطوط. وأنا بتفرج على الافتتاح وقفت عند كلمة يمكن تخص توطين صناعة النقل لما تحدث فخامة الرئيس وقال في هناك فرص لدخول المستثمر والقطاع الخاص ان هو يشارك الدوله في انتاج اللي احنا بنستورده. يمكن وزاره النقل كانت رائده في هذا المجال انها انشات مصانع لمستلزمات السكك الحديديه وننتج الفلنكات والقضبان والسويتشز او المفاتيح بتاعه السكه الحديديه. دي ايضا نقطه الحقيقه مهمه جدا دكتور حسن، مساله التاكيد من قبل السيد الرئيس تعميق التصنيع المحلي، انه يعني مليارات الدولارات التي كانت تنفق من اجل استيراد اي منتج بالفعل بيتم تصنيعه الان. اهميه هذه الخطوه في هذه الفتره تحديدا من اجل العمل على تطوير هذا القطاع المهم ومنظومه السكك الحديديه وقطاع النقل، بل ورفع كفاءه ايضا الخدمات الموجوده بالفعل. يعني زي ما قلت لحضرتك توطين صناعة النقل وفر على الدولة عملة صعبة، لأن بقى في عندي حاجات كنت بستوردها وأصبحت بنتجها هنا. مش كده وبس، ده ساعد في تقليل البطالة ومعدلات التضخم، لأن بقى في عندي مصانع بيشتغل فيها مصريين في نقل الخبرات بشراكات مع دول مختلفة على مستوى العالم. كل هذه الأمور لها مربوط كبير جدا في تحسين عايز اقول الوضع، بحيث ان تبقى مصر هب او مركز لصناعه النقل وتوطين صناعه النقل. معناها ان انا بعد كده ممكن اصدر. انا عايز اقول لك وبدون مبالغه ان واحنا بننتج الفلنكات والقضبان جالنا فرص ان احنا نصدر الانتاج، لكن احنا عندنا السوق المحلي محتاج دلوقتي، فبعد ما نكفي السوق المحلي هبتدي اصدر الفلنكات والقضبان وغيرها من الصناعات اللي بتتم. فوزاره النقل بدات في توطين صناعة النقل التوجيهات من فخامة الرئيس، ونتمنى كمان لأن أنا شفت الجدول، يعني أنا شفت حاجات يمكن فخامة الرئيس علق عليها لما قال ارجع للصفحة كذا، وكان بيتكلم على عطور ومستلزمات تجميل ومش عارف إيه، ليه ما نصنعش الكلام ده على الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟ ده أمر مطلوب، والشركات المستثمر اللي يدخل يشتغل ويبقى فيه جدية هيستفيد والدولة هتستفيد. طبعا محطة قطارات مصر صعيد مصر بتمثل نقطة تحول كبيرة جدا بمنظومة السكك الحديدية، وإذا ما أضيفت الافتتاحات التي تمت اليوم في بشتيل إلى منظومة السكك الحديدية اللي بتعتبر هي الأعرق في منطقة الشرق الأوسط، مع الجهود التي تبذل من قبل الدولة المصرية ووزارة النقل طبعا بشكل خاص، إلى أي مدى خلال الفترة القادمة تتوقع أن يحدث تحسن ملحوظ في هذه الخدمة المهمة وهذا القطاع المهم بالنسبة للمواطنين؟ هو التحسن مستمر يعني من 2014 إلى الآن، لكن خلي بالك احنا ما فيش سويتش أو زرار بندوس عليه فالدنيا بتتحول للون الوردي، لكن هو حصيلة جهد وعرق وعمل مستمر. يعني احنا حولنا أكثر من 90% من الإشارات للنظام الإلكتروني لعدم الاعتماد على العنصر البشري، عشان حوادث القطارات كان جزء منها بيبقى بيرجع للعنصر البشري، والحمد لله بفضل الله ربنا يديمها. طبعا الموضوع ده ساعد كتير جدا في ان الامور تتحسن. كنا كل فتره قصيره بنسمع عن حادث قطار هنا او هنا، لكن انا بقول لحضرتك ان الدوله شغاله في عوده للثقه، خليني اقول ما بين المواطن وما بين السكه الحديد، بعد ان كان هذه الثقه قد يعني عايز اقول فقدت نتيجه سوء الخدمه. فانتظام المواعيد وعايز اقول تواجد الاماكن في القطارات بالشكل المطلوب للمسافرين هيخلي المواطن يعود لاستخدام السكه الحديد كامن وسيله مواصلات، وهي فعلا لا زالت كذلك.
بالاضافه الى ان طبعا هي اريح واقل تكلفه واقل كمان معدلات الحوادث بتاعتها عن شبكات النقل الاخرى، فده طبعا موجود. بالاضافه لان خليني اقول لك ان احنا عندنا احلام ان احنا هنربط بشبكه القطارات الحديديه الجديده اللي بتتعمل، عندنا الخط الاخضر اللي هيصل الى مرسى مطروح هنطوره لحد السلوم، وهناك امل لربطه مع دول المغرب العربي. نتمنى ان احنا نعيش ونشوف القطر جاي من المغرب للجزائر لتونس لليبيا للقاهره، ده كله ده امر وارد ومطلوب، واحنا بنحط الدنيا الاساسيه اللي تسمح بكده من دلوقتي. كمان الربط مع دول القاره السمراء وجنوبا القطر وصل لحد ابو سنبل، وممكن ان انا اربط مع دوله السودان، ده كله امور احنا بصلها في عمليه التطوير، ان انا يمكن استغلال المرافق دي ان انا يبقى في ربط اقليمي مع دول الجوار الاقليمي. خليني اقول لك برضه ان شبكه القطارات اللي بيتم انشائها معظمها الجديد منها بيتم بالطاقه الكهربائيه، وده تماشيا مع سياسه العالم كله في عدم الاعتماد على الوقود الاحفوري باعتباره ان هو في سبيله للنفاذ، والطاقه الجديده والمتجدده هي الامن والانظف. والطاقه النظيفه والطاقه الجديده من خلال الجر الكهربائي هي السبيل القادم، يعني الدوله شغاله بيها، وان شاء الله تعالى نتمنى وزاره النقل ووزاره الصناعه حاليا اعتقد في طفرات بنشوفها مش هقول من شهر لشهر من اسبوع لاسبوع، ونتمنى ان شاء الله القادم يكون افضل واحسن. طيب حضرتك ذكرت الحقيقه نقطه مهمه وهي مساله الاعتماد على الطاقه الكهربائيه، ودي برضو ضمن خطه التطوير، بالاضافه ايضا ان حضرتك ذكرت انه بيتم التحول او تم بالفعل التحول الى النظم الالكترونيه، وايضا العنصر البشري ومساله انه يكون هناك تدريب وتاهيل تام ومستمر ومتواصل بالنسبه لمنظومه الموارد البشريه او العنصر البشري، الى اي مدى كل هذه العوامل بتسهم ايضا في التطوير المتواصل لهذا القطاع المهم؟ طبعا يعني العنصر البشري هو الاساس في الامر، لان انت لو عندك اداره جيده وعناصر يعني من العماله والفنيين والمهندسين على كفاءه مطلوبه او جيده هيسهل معاكي كتير جدا. فطبعا الدوله اهتمت برضه بالعنصر البشري من خلال اعاده تدريبه وتاهيله وتوظيفه في الاماكن اللي يقدر يدي فيها مجهود وفكر افضل، بالاضافه الى يعني عايز اقول كثير من العاملين في الوحدات المتحركه ونظم الاداره والحركه بيتم ارسالهم او افادهم في دورات تدريبيه في الخارج. كل الدول اللي تعاقدنا او الشركات العالميه اللي تعاقدنا معاها لصفقات جرارات او عربات نقل بضائع او ركاب كان من ضمن الشروط ان هو يدرب العنصر البشري ويعمل دورات تدريبيه ويعمل زيارات للمصانع بتاعتهم هناك لنقل التكنولوجيا، وازاي هعرف اعمل عمارات لهذه الوحدات عندي، لان انا مش هشتري بلاك بوكس وبعدين لما يعطل ما اعرفش اعمل فيه ايه. فكل هذه الامور يمكن لم يتطرق اليها الحديث اثناء الافتتاح لضيق الوقت، لكن عايز اقول ما تم هو كثير في هذا القطاع لتدريب العنصر البشري والاستفاده به. وعايز اقول لك كمان ان وزاره النقل كان ليها الرياده في ان اللي بيلتحق بالوزاره باي جهه من جهات الوزاره بيتم تدريبه في الكليه في الاكاديميه العسكريه قبل تعيينه في الجهه اللي هو هيتعين فيها، وده طبعا له مربوط ان يكون في انضباط، يكون في عايز اشوف شيء من الانتماء عشان خاطر نقدر ان احنا نستفيد ونطور من نفسنا. والعنصر البشري في قطاع طبعا حيوي بالنسبه للمواطنين. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن مهدي استاذ هندسه الطرق والنقل بكليه الهندسه بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. We'll be right back.
تمثل محطة قطارات صعيد مصر نقطة تحول بمنظومة السكك الحديدية المصرية، فهي تقدم أعلى مستوى من الخدمات وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان، مما يساهم في ضخ استثمارات جديدة لهيئة السكك الحديدية. السكك الحديدية شرايين التنمية في ربوع مصر وحلقة الوصل بين محافظاتها، وضعتها الدولة في صدارة أولوياتها سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن. ومنذ عام 2014 تنفذ الدولة مشروعاً طموحاً لتطوير منظومة السكك الحديدية، وصلت تكلفته حتى 2024 إلى 225 مليار جنيه. المشروع يهدف إلى رفع قدرة المنظومة على نقل الركاب والبضائع، فضلاً عن تحسين مستويات الأمان والسلامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وفي سياق هذه الخطة من المقرر توريد 260 جراراً جديداً، بالإضافة إلى إعادة تأهيل إجمالي 172 جراراً، كما شهدت المنظومة إضافة قطارات حديثة من طرازات متقدمة مثل قطارة شركة تالجو الإسبانية، حيث دخلت 6 من أصل 7 قطارات الخدمة بالفعل. علاوة على ذلك جرى توريد 879 عربة ركاب جديدة و449 عربة بضائع ضمن عقود مع شركات عالمية، مما يعزز من قدرات النقل اليومية ويرفع طاقة نقل الركاب من 1,200,000 راكب يومياً في عام 2014 إلى 1,500,000 راكب يومياً بحلول عام 2024. تحتل البنية الأساسية مكانة مركزية في خطة التطوير، حيث تم الانتهاء من تطوير 692 مزلقانا من أصل 1,120 مخططا، وتجديد مسافات سكة بإجمالي 1,344 كيلومترا، مما يسهم في تحسين سلامة وفاعلية النقل. كما تم تركيب بوابات إلكترونية في 5 محطات رئيسية، مما يسهم في تنظيم حركة الركاب وتقليل التكدس. من أبرز ملامح تطوير المنظومة هو الانتقال من نظم الإشارات الميكانيكية إلى النظم الإلكترونية، حيث تم تطوير 5 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال يبلغ 971 كيلومتراً. هذا التحول يهدف إلى زيادة معدلات الأمان والسلامة وتقليل زمن الرحلات. تطوير عمليات الصيانة يحتل جزءاً كبيراً من خطة التحديث، مستهدفاً 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة في عمليات الصيانة والإصلاح. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ورش مثل كوم أبو راضي وأبو زعبل بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة مثل جنرال إلكتريك وتالجو. ولتكتمل خطة التطوير دون الاهتمام بالعنصر البشري كركيزة أساسية في تطوير المنظومة، لذا تم وضع خطة شاملة للتدريب والتأهيل، حيث تعتمد هذه الخطة على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية. استثمار ضخم ورؤية مستقبلية تهدف إلى تطوير قطاع السكك الحديدية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن من خلال تقديم خدمات نقل حديثة وآمنة، كما يعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي في مصر. حرصاً من الدولة المصرية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسعياً لمواكبة ركب التقدم والتطور، تأتي محطة بشتيل لتكون إضافة هامة لمنظومة السكك الحديدية المصرية الأعرق في الشرق الأوسط. محطة بشتيل إضافة قوية لنظام السكك الحديدية في مصر الذي يعد الأقدم في المنطقة ويمتد على مسافة 10,000 كيلومتر. تأتي المحطة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تخفيف الزحام في محطة رمسيس وتحسين خدمات النقل بالسكك الحديدية. ومع وجود 1,100,000 راكب يومياً يستخدمون قطارات السكك الحديدية، فإن محطة رمسيس التي أنشئت في عام 1854 لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الذين تجاوز عددهم 104 ملايين نسمة. وبالتالي تعتبر محطة بشتيل ضرورة ملحة لتحسين حركة النقل وتخفيف الازدحام. تم اختيار موقع المحطة بعناية
ليكون وسطا بين محطتي رمسيس والجيزة، مما يسهل الوصول إليها من مختلف الاتجاهات. هذا الموقع الاستراتيجي يجعل من بشتيل نقطة التقاء رئيسية لخطوط السكك الحديدية، ويعزز الربط بوسائل النقل الجماعي الأخرى مثل الخط الثالث للمترو والمونوريل. تبلغ تكلفة إنشاء المحطة 2,500,000,000 جنيه، بطاقة استيعاب تبلغ 250,000 راكب يوميا، وتشمل مبنى رئيسيا مكونا من عدة طوابق يضم خدمات متكاملة بالإضافة إلى ورش تجهيز وصيانة للقطارات. يضم المبنى عدد 4 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي بعدد 6 خطوط، منها خطان لأسوار وخطان للمناورة وخطان للقطارات المنتهية في المحطة والقادمة من الوجه القبلي. محطة بشتيل جاءت لتغير خريطة قطارات الصعيد بنكهة عصرية ذكية تخدم أهداف التنمية المستدامة في قطاع النقل، مما يسهل حركة المواطنين ويخفف الضغط على الشبكة الحالية. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، طبعا بعد تحية، بعد متابعة حضرتك للافتتاح الذي تم اليوم بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطات صعيد مصر في بشتيل، أهمية هذا الافتتاح وذلك من أجل المزيد من التطوير في قطاع النقل وكذلك أيضا في منظومة السكك الحديدية في مصر. أولا مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدينكم. صحيح، هو النهارده حضور السيد الرئيس ليه دلالة، ودلالة مهمة، لأن يعني افتتاح محطة البعض قد يتساءل لماذا رئيس الجمهورية بالتحديد يكون موجود، لكن في دلالة وفي رسالة أن القيادة السياسية مهتمة بالكواليتي أوف لايف أو جودة حياة المواطن، وأن التطوير المستمر في الطرق والكباري والنقل واللي هي تعتبر شرايين للحياة الاقتصادية وليس فقط مشاريع قومية، شرايين للحياة الاقتصادية مهمة جدا ان مصر بتطور فيها في السنوات في محطة بشتيل. وزي ما قيل ان كان البعض بيقول طب ما احنا عندنا محطة مصر وعندنا محطة الجيزة، محطة مصر والجيزة معمولة 1800 وشيء يعني في نهاية القرن قبل الماضي، أيام ما كان عدد سكان مصر حوالي 20 مليون أو 25 مليون، النهاردة احنا فوق 110 مليون، وبالتالي هناك حاجة مستمرة، وكل المناسبة اللي تقدمت كانت دايما بتتقدم من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية. فالسكة الحديد كانت إعلان من فترة عن تطوير السكك الحديد المصرية، ودي خطة بالمناسبة والأرقام مهمة، وخلينا أقول عشان شبابنا يعرفوها، احنا بنتكلم في حوالي 3 مليار لمصر، ده رقم كبير جدا. محطة بشير كلفت حوالي 2.5 مليار جنيه، طبعا تكلفة كبيرة جدا. انشاء الخطوط اللي موجودة سواء اللي تمت في جوبيكي او خط المناشي او خط كفر داوود او الخطوط الجديدة اللي تم افتتاحها مؤخرا، كل دي تكاليف كبيرة جدا على الخزانة المصرية. في وقت يمكن انا برجع فيه للتصريح اللي يمكن اثار بعض التساؤلات، تصريح السيد رئيس الوزراء دوله رئيس الوزراء ان مصر في اقتصاد حرب. ايوه احنا في اقتصاد حرب، لان احنا فعلا في حاله حرب في مصر وفي المنطقه، ومع ذلك الدوله مستمره في صرف المليارات على تطوير البنيه التحتيه، ودي معادله صعبه جدا جدا، انك تكوني محتاجه ان انت تشدي الحزام ومحتاجه ان انت تخفضي الانفاق، لكن في نفس الوقت بتنفقي بذكاء او بترشيد او في قطاعات معينه هي قطاعات مهمه للبنية التحتية وللتطوير الاقتصادي وعجلة التنمية وخلق فرص. استكمالا للملف ده تحديدا او للنقطة دي تحديدا دكتور عمرو، يعني السيد الرئيس فعلا اكد انه الدولة المصرية كانت على دراية كاملة بحجم هذه التحديات الاقتصادية، ولكنها اصرت بجهودها وبجهود قطاع النقل او وزارة النقل بشكل خاص على المضي قدما في مسألة التنفيذ لكل اوجه التطوير في هذه المنظومة وهذا القطاع المهم جدا بالنسبة للمواطنين. إلى أي مدى استطاعت الدولة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية أن تعمل على تطوير هذا القطاع المهم، وخاصة عايزة أتحدث الحقيقة عن العنصر البشري ومسألة التأهيل والتدريب المتواصل وتبادل الخبرات مع الخبرات الأجنبية في هذا القطاع المهم أيضا؟ شوفي، أنا هقول لك كلام مش من عندي، كلام من التقارير الدولية وتقارير التنافسية الدولية. قفزت كبيره جدا في محاور او محور النقل ومحور العبور ومحاور البنيه التحتيه في تقرير التنافسيه الدوليه.
مصر قفزت، وانا تاني بقولها مصر قفزت قفزات كبيره في محاور البنيه التحتيه والنقل والمواصلات في الفتره الاخيره. ودي بتبقى المؤسسات الدوليه، المؤسسات الدوليه اللي بتصنف وبتعمل تصنيف دولي لمعايير التنافسيه الدوليه اللي جزء منها كبير، جزء منها كبير عشان عندنا تنافسيه واقتصاد وحركه، وحركه وكلمه حركه دي مهمه جدا، لان الاقتصاد هو حركه. صحيح. النقل والشراء والرايحه والجايه كل دي حركه مهمه جدا، يبقى عندنا بنيه تحتيه متطوره. محطه بشير زي ما حضرتك قلت فرص عمل يمكن هتخلق 7500 فرصة عمل على سبيل المثال، وده رقم جيد جدا بيضاف إلى رغبة الدولة في إنها، أو مش رغبة الدولة، في عملية الدولة على فكرة الدولة خلقت 5 مليون فرصة عمل في السنوات الماضية، وده رقم كبير جدا. التطوير اللي تم في السكة الحديد، أنا قلت إعلان هيئة السكة الحديد عن خطة، وكلنا أعتقد كلنا لمسين ولمسنا نرجع 10 سنين للوراء لما كان هناك تاخير وحوادث وعدم انتظام ويعني بنيه متهالكه في بالذات في السكه الحديد، وقد ايه كلفتنا. نعم. وانا بقول كلفتنا مش بس فلوس، لا كلفتنا جهد ووقت وتخطيط كوادر مصريه مخلصه تمتلكها هذه المؤسسه العريقه. نعم. الوطنيه. الحقيقه الشهاده ليست فقط من المؤسسات الدوليه، لكن شهاده ايضا وطنيه على ان احنا قادرين على التطوير عندما نكون او نريد ان نقوم بهذا. كل طبعا هذه التحديات الاقتصاديه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. ومشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطه قطارات صعيد مصر في بشتيل، وكما شاهد ايضا السيد الرئيس افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرنس، وكما تابعنا ايضا قام بجوله تفقديه لمكونات محطه قطارات صعيد مصر. تغطياتنا الإخبارية دائما متواصلة مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم وإلى اللقاء. الطريق بداية المشوار بيشكل معالم الازدهار. منظومة النقل هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر الاستراتيجية 2030. النقل عصب الحياة. قطاع النقل هو الجسر اللي عبرت بيه مصر لجمهورية جديدة بتنفيذ مئات المشروعات في مجالات الطرق والنقل والمواصلات. منظومة متكاملة رصدت لها الدولة 2 تريليون جنيه. والبداية كانت بمشروع مصر القومي لإنشاء 7000 كيلومتر من الطرق، بالإضافة للكباري والمحاور النيلية. ده غير الارتقاء بمعدلات أداء المواني البرية والبحرية والجافة والمناطق اللوجستية. واكتمل الحلم المصري بإطلاق عدد من الإنجازات في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، وإنشاء شبكة من القطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر. وفي أواخر عام 2020 دارت عجلة الإنجاز لإنشاء محطة جديدة مخصصة لخدمة قطارات الوجه الإبلي، لتتحول الفكرة بسواعد وطنية لقفزة حضارية على طريق الأمل بإنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، واللي اتبنت على مساحة 239 ألف متر مربع بما يعادل 57 فدان، يعني 4 أضعاف مساحة محطة مصر الحالية. وتقع في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، وبتشكل منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية أسوان، الإسكندرية، إمبابة، المناشي، الأباري. موقع فريد يتميز بقربه الشديد من 4 شرايين رئيسية، محور الفريق كمال عامر، شارع السودان، ومحور 26 يوليو، شارع المطار، محور أحمد عرابي الجديد. محطة قطارات صعيد مصر نطاق هائل بيضم عشرات المنشآت، أولها مبنى المحطة الرئيسي الممتد على مساحة 31 ألف متر مربع، واللي بيتميز بالبهو الرئيسي الموجود فيه منطقة الهرم الزجاجي للمحطة
اللي بيبلغ ارتفاعه 40 متر مستوى الفرعونية. بيتكون المبنى الرئيسي من دور بدروم يستخدم كجراج بسعة 250 سيارة ونفقين سيارات دخول وخروج بإجمالي 350 متر طولي باتجاه شارع السودان، ونفق للمشاة باتجاه شارع السودان بإجمالي 60 متر طولي لربط الشارع بجراج المحطة، بالإضافة إلى عدد 2 نفق دخول وخروج بطول 400 متر لكل نفق اتجاه محور الفريق كمال عامر، ونفق مشاة بطول 150 متر. وكمان بتشتمل المحطة على مبنى لدخول الأفراد من شارع السودان، ويوجد بالدور الثاني كوبري معدني بطول 54 متر للربط بين مبنى مدخل الأفراد جهة شارع السودان والمبنى الرئيسي للمحطة، وبيوجد بالكوبري 20 محل تجاري. كما يشمل المشروع 11 رصيف، منها 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه الإبلي جهة شارع السودان، وعدد 4 أرصفة لخدمة ركاب خط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، وعدد 1 رصيف لخط البضائع. وتم ربط سكك الورشة بسكك المحطة لأطوال 22 كيلومتر بعدد 89 مفتاح، وبتضم المحطة العملاقة ورشة لصيانة عربات القطارات بمساحة 18,000 متر مربع. كما تم إنشاء جراج متعدد الطوابق يمتد على مساحة 8,000 متر مربع، يتسع الجراج ل 1,100 سيارة. تم إنشاء مسجد بجوار محطة القطارات يتسع لاستقبال ما يصل إلى 500 مصلي. تم تصميم المحطة لتكون مكيفة الهواء على كافة طوابقها. كما تضم المحطة أيضاً 35 مصعد كهربائي، خصصنا واحد منه لذوي الاحتياجات الخاصة، و14 سلم متحرك، بالإضافة إلى 28 شباك تذاكر. بتوفر المحطة 86 بوابة تذاكر إلكترونية و10 ماكينات إلكترونية لحجز التذاكر TVM. كما تضم المحطة أيضاً 1200 كاميرا مراقبة، مع 14 بوابة أمنية مجهزة بتقنية الأشعة السينية لفحص الأشخاص والحقائب، ومول تجاري متكامل بتبلغ مساحته 60,000 متر مربع بإجمالي عدد 200 محل تجاري وعدد 30 كشك. محطة قطارات صعيد مصر محطة ذكية تبادلية عملاقة بطابع فرعوني، مركزاً حضارياً متكاملاً يجمع بين الفخامة والتكنولوجيا لتلبية احتياجات المسافرين وتعزيز تجربتهم، مع توفير خدمة واي فاي لكل الزائرين. وكل يوم على أرض مصر بسواعد ولادها بيتولد إنجاز جديد. محطة قطارات صعيد مصر، بوابة الحضارة.